سعيد جدا ان زميل شخصي ليا يعني بتوع عبد الرحمن شرفنا بحضرتك بتوع عبد الرحمن خريج 2004 في الجامعه على طول، ويعني انت من الناس الواحد كان بيتعامل معاهم جدا يعني اشتغلنا مع بعض في نفس الشركه شويه، وهو خلص ماجستير عندنا هنا من القسم وبعد كده راح في جوجل وبعد كده عمل دكتوراه في كندا وبعدين راح مايكروسوفت ريسيرش وحاليا حاجه تانية. هو هيتكلم عن نفسه زياده كل شويه وبعد كده هيبدا المحاضره ان شاء الله. طيب الاول بس اتاكد ده من غير ميكروفون، في الصوت في مشكله وراه؟ اكيد الناس سامعيني ولا مش سامعيني؟ الناس سامعيني لا. تعالى بعد ما اخلص نبتدي نوجه الدسكشن ناحيه اللي الناس حباه.
تمام. فاول حاجه عايز اتكلم عليها التطور الرهيب اللي بيحصل دلوقتي في مجال الارتفيشال انتليجنس، واحنا فين بالظبط؟ يعني مفيش امتع من كده لما تبقى بتعمل البابليكيشن بتاعتك وبعد تاني يوم الصبح تلاقي مثلا الكلام بيتكتب في وول ستريت جورنال مثلا ولا في نيويورك تايمز، يعني حاجه يعني فوق الخيال. يعني لما انت في النهايه معروفين كريسيرشرز ان انت بتنشر البيبر بتاعتك وبعدين محدش بيبص لها بعد كده لحد ما البيبر يعني يتحلل. بس الموضوع في الاخر ان انت في التوب نيوز بيبرز يعني تمام. يعني لما الناس تتكلم في وول ستريت جورنال ان في it will change everything. ان ده ماشي في ماشينز اللي الايكونومست اتكلم عليها ان الناس حتى بتبص there is a hype about artificial intelligence. في ناس مبالغه شويه بس لا it seems like dream. ده بجد الموضوع شكله بجد، الموضوع شكله ان فعلا بنقدر نجيب نتائج في الحياه الواقعيه. وده اللي خلى شركات كونسلتنج كتير، يعني الناس بره لما بيبقى في حاجه كبيره كده بتيجي شركات المانجمنت كونسلتنج زي ماكنزي اند كومباني زي بين كومباني زي اكسنشر زي دلويت بي سي جي بيبداوا يتكلموا ويبداوا يدرسوا ال الايكونوميك ترندز، يعني الكلام ده هيأثر ازاي على الاقتصاد. وكتب انا حبيت احط الاربعه ريبورتس دول لان هم كلهم معمولين في اخر 2016 واول 2017 عن المجالات المرتبطه بالاي اي. يعني مثلا بتاع بين مثلا بيتكلم عن الايه تريليون دولار ترندز، يعني لو بتتكلم عن ايه ترندز كل ترند منهم ممكن يبقى 1 تريليون دولار. وهو يعني الاي اي يعني هو داخل في الترندز ديت، يعني بنتكلم عن حاجه كبيره ممكن تغير في شكل الاقتصاد. وكمان من الحاجات اللطيفه اللي مثلا الريبورت بتاع اكسنشر حطها فكره هنقدر ندبل الجي دي بي بتاع كل دوله بعد قد ايه؟ انتوا عارفين لو مثلا في معدلات نمو اللي هم بيبصوا بالفايده المركبه، يعني لو الاقتصاد حاجه معين وبينمو مثلا بنسبه 5% كل سنه فالاقتصاد ده بعد كام سنه هيبقى احسن دبل. هم بيدرسوا لو النمو الاقتصادي بيتم باي معدل هندبل الاقتصاد بعد كام سنه. فمثلا يعني لو في الحالتين دول حاله البيس لاين اللي هو الحاله الحاليه وحاله لو احنا قدرنا نخلي الاي اي يتمدد جوه المجتمع وجوه حاجات كتيره في الصناعه في الاندستري في المجتمع نفسه معدلات النمو في المجتمع هتبقى عامله ازاي؟ فلقى ان مثلا في يونايتد ستيتس اللي هو البنفسجي دوت هو بالاي اي ان هو ممكن يدبل الريت اوف جروث، يعني ممكن يدبل الجي دي بي في نص الوقت. حاله زي اليابان حاله اكستريم طبعا لان عدد الناس بتكبر عجوزه شويه فممكن يكون يعني ما بصيتش بالظبط تفسير ليه اليابان بالذات هتبقى من اكثر الدول اللي هتبنفت فروم اي اي يعني. بس كان اكشن اولموست تريبل او ايفن مور ذان تريبل ذا ريت اند سو اون. انتم ملاحظين الترند فيري دراماتيك لدرجه ان هي تخلي واحد زي اوباما يتكلم عن الاي اي از ناشونال بريورتي ويعمل طبعا لقاء مطول جدا في اكتوبر اللي فات عن الاي اي ان هو شايفين ان الاي اي ده هيبقى هو اهم حاجه هتحصل في الصناعه في ال 50 سنه الجايه. انا تاني انا هدفي ان انا سخنت بحيث ان ايه لو في حد مش ناوي يشتغل في الاي اي يروح النهارده يفكر ان هو يشتغل فيه. في سواء فرص عمل جوه بره الموضوع بيكبر بشكل يعني اكبر مما كان اي حد يتخيل. البيت الابيض عمل ريبورت في اكتوبر اللي فات بيتكلم عن ذا فيوتشر اوف ارتفيشال انتليجنس وازاي نستعد، يعني هم بيتكلموا عن نفسهم اللي هو ازاي المجتمع الامريكي والاقتصاد الامريكي يستعد لاسباب كتيره لان الاي اي هو مش بس حاجه هتصنع نمو الاقتصاد زي ما هنتكلم بعد شويه هوريكم في ريبورت تاني انا بدرس كلها تاني هي المرحله الجنرال المكان بتاع الاي اي ان الكلام ده هيخرج ناس كتير من سوق العمل يعني اوتوميت وناس كتير هتطلع بره سوق العمل. هيبقى محتاج نعيد تاهيل الناس دول او نؤهل الناس اللي هتخش الماركت عشان تشتغل في الاي اي. فبالتالي الدوله ما ينفعش ان هي تتاخد على اخوانها يعني عشان ايه ما تجيش مثلا ايكونوميكال سيرتن ترند في المجتمع فجاه يقوم قالب المجتمع والنظام المجتمعي كده. فهم بيحاولوا ان هم يحطوا ريبورتس يفهموا فيها اللي هيحصل ويكون يبريمت يعني ان هو يكون مستعد مسبقا للي هيحصل. مش بس امريكا كندا بنفس الكلام اتحركت في نفس الاتجاه ومؤخرا من اسبوعين ثلاثه
كلام ان هم يعملوا سنتر كبير فالافيشال انتليجنس في منطقه تورونتو يعني. وجايبين واحد من الناس الاقتصاديين المحترمين اللي كانوا ماسكين واحد من اكبر البنوك في كندا ماسكوا الليد مع جيف هينتون اللي هو الفلوس ده هو ماسكين الادفايزرز بتوع السنتر دوت. كندا بالذات از ان فيري يونيك بوزيشن لان عندنا تورونتو في كندا فليك معظم الحاجات بتتعمل طبعا من تورونتو ومعظم المديرين بتوع اللابس الكبيره اللي في امريكا دلوقتي هم كانوا اصحابنا اللي معانا في تورونتو رايحين هناك وماسكين اللابس يعني اللي ماسك ابل اللي ماسك اوبن اي اي ايفن يونج اتون اللي ماسك فيسبوك از ا بيج فيجر باي سيلف دلوقتي هو كان بيقول بوست في تورونتو زمان. مونتريال مكان ثاني في كندا برضه از وان بيج هاب والبرتا از انذر بيج هاب متعمل ولا سامي جامعات ديت لو في طلبه اوائل الجامعه الناس اللي بتفكر تقدم بره الثلاث جامعات دول من احسن الجامعات اللي ممكن الناس تدرس فيها ارتفيشال انتليجنس ويبقى ليهم امباكت بعد كده. طيب الاي اي ده بقى اللي احنا راجعين دماغنا بيه هو ايه بالظبط؟ فانا واخد بعض يعني اعتبر بستعين بحاجات مثلا من الايكونوميك ريبورتس اللي اتكلمت عليها ولو في سورسز ثانيه انا هحضرها بقى في السلايد. اتفضل. اللي انا فاهمه ان انا هبصي البرزنتيشن ديت لعمر دكتور عمر ويحطها على 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 سامسونج ويب سايت يعني الناس هتريحس عليها ان شاء الله. فالاي اي الناس لما بتتكلم على الاي اي هي كلمه مطاطه جدا كلمه مطاطه جدا جدا فعشان كده التعريف هيكون مطاطه. هي اي مجموعه من التكنولوجيز اللي بتشتغل في واحده او كل الحاجات دي ان انت بتعمل سنسنج زي مثلا سبيتش ريكوجنيشن زي الكمبيوتر فيجن وبتعمل كومبريهنشن ان هي تفهم زي الحاجات اللي بتشتغل في ناتشرال لانجوج بروسيسنج زي الحاجات اللي بتشتغل في ماشين ترانسليشن. بس برضه مؤخرا احنا مهتمين ان خلال اكت انا مش بس عايزها تسنس وتكومبريهن ده كده كل اتس فيري بس انا عايز تبقى اكتف انا عايز ان هي كمان تاكت ان ذا وورلد يعني حاجه زي مثلا ريكومنديشن سيستمز يعني مثلا لو انت كنت بتشوف افلام انت شفت خمس افلام قبل كده فانا هقول لك والله بيز على خمس افلام اللي شفتهم دول غالبا هتحب الفيلمين دول كمان لو انت كنت اشتريت السبع كتب دول قبل كده غالبا هتحب الكتاب دوت وده حاجه اوريدي موجوده مش شرط تكون مستخدم نيورال نتورك بس هم يعني في النهايه الكلام دوت اكبر من نيورال نتورك اكبر من ديب ليرنينج ده بيجر امبريلا وفي نفس الوقت ناس شغاله في روبوتكس برضه معظم شغلهم مبني على فكره الاكشن وده هنتكلم عليها فيري بريفلي في الاخر فكره reinforcement learning. انا برضه متعود ارمي كابل باز ووردز عشان الناس تسال عليهم او تروح تسيرش عليهم بعد كده. اخر حاجه الناس بتفكر فيها فكره الليرنينج فروم اكسبيرينس ازاي ان انا كايجنت كارتفيشال انتليجنت ايجنت او روبوت بتعامل مع الانفايرمنت حواليا في نفس الوقت بتعلم منها برضه. دي حاجه صعبه جدا. المثال انا حاطه هنا بتاع نولج بيست كونستراكشن بمعنى ان انا مثلا بادي بقرا ارتكلز على النت بارتكلز بتتكلم عن اوباما اوباما متجوز ميشيل اوباما واتخرج من جامعه هارفرد وكان شغال رئيس امريكا ومين امريكا دي دوله اند سو اون. فالنولج بيس هي فكره ان انا بعرف انتيتيز يعني بقول مثلا اوباما ده ده ايه ده بيرسون والبيرسون ده مارك تو ميشيل اوباما ده انذر بيرسون ومارك تو از ريليشن بين ذيس تو نودز. فالناس بتحاول ان هي تعمل ذيس سيمبوليك ريليشن شيبس بين انتيتيز علشان تبدا تتعلم الريل وورلد نولج يعني الحاجات اللي بتحصل في الدنيا فبيبداوا يمثلوها في النولج بيسز. ولو انتم بتعملوا سيرش على جوجل او بينج سيرش لما تيجي مثلا تكتب سيرش كده تقول مثلا انا عايز اعمل سيرش على مثلا بيرتون راسل فتلاقي طلع لك على جنب بعض الفلوسفرز التانيين مثلا يقول لك ايه ريليتد تو بيرتون راسل تلاقي طلع لك ناس تانيين ده بيسموه بره السيمانتك سيرش. السيمانتك سيرش كله مبني على النولج بيس ان هو بياخد النوت بتاع بيرتون راسل وبيبص على الناس اللي زيه في النوت وبعدين يطلعوها في السيرش. فدي مثلا حاجه مطلق يعني دي حاجه الليرنينج فروم اكسبيرينس. الويف الجديده بقى ده الكلام ده القديم تمام قديم بمعنى الاي اي يعني بقى لك ثلاث سنين كده. فالجديد بقى اللي هو الارتفيشال جنرال انتليجنس ان احنا خلاص بقى التراديشنال تاسك ديت احنا بنعمل فيها كويس جدا دلوقتي الناس بتتكلم على ما هو بعد كده. طيب انا ازاي احاول احل المشاكل اللي البني ادم بس كان قبل كده بيعرف يحلها بمعنى ان انا مثلا زي ما بقى اتاري مثلا ده كان الشغل بتاع فلاد عملوا كيب ماين فلاد ده فلاد منين كان معاه في تورونتو راح كيب ماين واشتغل يعني عامل شغل هايل جدا في الاتاري كلنا لعبنا اتاري واحنا صغيرين.
في مثلا 30 لعبه ولا 50 لعبه ولا وات ايفر وبيبني نيورون نتورك واحده بس سيستم واحد بس بيقدر يلعب ال 50 لعبه. فدي حاجه احنا كنا قبل كده فاكرين ان البني ادم بس يعرف يعملها. ان انا كنت زمان او ده تراديشنال ان عندنا سيستم مبني لكل تاسك. بس واحده سامحوني يا رب بالمناسبه سامحوني برضه لو في تايبوز او كده لان انا كتبت البرزنتيشن دي بدون بوز يعني سامحوني لو في اي ميستيكس في اللغه او في التايبوز بتاعتي يعني. فدي مثلا واحده من التاسكس اللي كان الناس بيشتغلوا فيها ازاي اقدر ان انا احل مجموعه مشاكل بنفس الموضوع. وده ممكن في حد ذاته يكون مثلا بيتش دايركشن ده حاجه خطيره جدا. ازاي تقدر تعمل ايجنت او سيستم بيقدر يحل مش بس مشكله واحده يقدر يحل خمس مشاكل مع بعض. يعني البني ادمين بس هو اللي بيعرف يعملوا ده مش اي حد تاني. فدي مثلا خطوه كبيره في الريسيرش. الحاجه الثانيه اللي الناس بتتكلم فيها مثلا ان هو تحاول تجنرالايز اونسين ايفنتس. يعني انا مثلا انا كبني ادم عمري ما جيت مدرج حمام ادي توك قبل كده بس انا اديت توكس في 50 مكان قبل كده. فانا بالنسبه لي الموقف ده انا ما مررتش بيه قبل كده خالص. ولكن انا اقدر ايوتلايز ماي بريفيس اكسبيرينسز الحاجات اللي انا عشتها قبل كده واقدر ان انا اسرفايف النيو اكسبيرينس ديت. ما اجيش اقول لك ايه ده ايه ده إيه منظر الاوضه عامله زي ده الدنيا حر ده انا مش عارف اتكلم مثلا. لكن انا كمني شفت الحر ده في مكان تاني وشفت ان انا امسك ميكروفون ده في مكان تاني وشفت ان انا ادي توكس ده في مكان رابع وشفت ان انا قعدت في اوضه كبيره ده في مكان خامس قدرت احط الفايف ديفرنت اكسبيرينسز دول مع بعض ان وان نيو سيتويشن. الكلام ده ممكن تحس ان هو سيمبل. الكارنت الجوريزمز اللي شغاله في الارتفيشال انتليجنس كلها فيلز ميزربلي مع تغيير واحد بس في الانفايرمنت. ودي واحده من التشالنجز اللي هتكلم عليها في الاخر خالص ان انت لما بتغير حاجه صغيره قوي في البيزك اسامبشنز بتاعتك الموضوع بيفيد. فدي من النقطه اللي الناس شغاله فيها دلوقتي عايزه ان هي جنرالايز بوليسينج ايفنتس. واقول لكم لو حد يعني السولوشنز الناس تعملها دلوقتي عشان اكونت فور ذيس افكت يعني. طيب الاي اي قلنا هو ايه وان هو هيبقى ليه افكتس عظيمه. طب في النهايه يعني ازاي ده بقى اللي هيقلب حل الاقتصاد يعني يبقى اشمعنى يبقى عمال ايه بالظبط؟ فمثلا انا جبت ثلاث امثله بسرعه يعني مثلا امازون جو اعلنت اعلنت ان هي هتفتح سوبر ماركت جديد اسمه امازون جو. هو في واحد بس منه في سياتل دلوقتي بس ده غالبا هيبقى هو الترند اللي هيحاولوا يزقوا فيه بعد كده. ده بالظبط زي ما انتم شايفين في الصوره كده. انت ساعتك بتخش السوبر ماركت تشد اللي انت عايزه تمشي. بس اللي بيحصل ان انت وانت داخل الكريدت كارد بتاعك اوريدي انت متعامل امازون اكونت فوانت داخل التليفون بتاعك كلم المحل يعني هو بعت مسج للمحل. طبعا بقى اي او تي يعني تو ذا ليميت يعني اي او تي اللي هو انترنت اوف ثينجز اللي هو ان كل حاجه في الدنيا فيها سنسور وكلهم بيكلموا بعض حتى الايتمز اللي على الشيلف يعني. فالتليفون بتاعي بيكلم المحل ان انا دخلت المحل خلاص وبعدين يشاهد الكريدت كارد نمبر بتاعي عشان يحط عليه الحاجات. وطول ما انا ماشي في المحل الحاجات اللي بسحبها من على اللوف في المحل دوت وبحطها في الشنطه بتاعتي كانها بتتحسب على الكريدت كارد حتى لو رجعتها تاني. حتى في الاعلان بتاعهم يعني ايه بيحسسوك قد ايه ان هو ريزيلينت يعني هو مش هيبوظ يعني انت لو فكرت تحط حاجه وبعدين رجعتها تاني في الرف بعدين خدتها تاني. هو في النهايه بيدربوا سيستم ان هو يقدر يتعامل مع الحاجات ديت وبعد كده تخرج من غير ما تكلم اي كاشير او تكلم اي حد. بس فهو ده بنسميه امازون جو ده ممكن يعني يغير طريقه تعاملنا مع السوبر ماركتس مثلا. حاجه ثانيه طبعا كلنا عارفين جوجل سيرف درايفنج كار الوظيفه ديت دي بتبقى ماشيه كده في سيليكون فالي. دي مثلا حاجه برضه هتغير احنا ازاي بنتعامل مع السفر يعني. حتى هم في بعض الشركات بتاعت الكونسلتنسي او شركات العربيات الكبيره بتتكلم ان احنا بعد كده هنعيش مش عارف مين شاف فيلم كرتون في الشارع. انا شفته اكيد من افلامي المفضله. هنبقى كلنا عايشين زي فيلم كرتون في الشارع ده اللي هو ايه الناس ماشيه في حياتها احنا مش عايشين في مكان واحد احنا عايشين متنقلين وبس والعربيه ماشيه لوحدها. فده مثلا موديل الناس بتفكر فيه ان ده اللي هيحصل بعد 20 30 سنه. حاجه ثالثه اللي هي بتاعت الدرونز فور دليفري ده بتاع دي اتش ال ان انا خلاص انا عايز حاجه الحاجه دي جايه لي هتجي لي عند باب البيت بطياره لوحدها تحط لي الحاجه وتمشي. فدي مثلا من الحاجات اللي احنا عندنا سولوشنز ثانيه الحاجات دي هتغير خلاص السولوشن. بس في مثلا
دي حاجه حبيت برضو ان انا اقولها بسرعه. من ماكنزي جلوبال انستيتيوت ده في ريبورت من الريبورتس اللي انا حاططها في البرزنتيشن في الاول، نزلت اول السنه دي في يناير ده، بيتكلموا عن الامباكت بتاع الاوتوميشن هيبقى عامل ازاي. هما بيتكلموا ان حوالي 60% من الوظائف، هما مسكوا حوالي 820 وظيفه وبصوا على 60% من الوظائف ديت، لقوا ان اتليست 30% من الاكتيفيتيز المرتبطه بالوظيفه دي اكشن وي كان اوتوميت وذ كارنت تكنولوجي. يعني باللي احنا عارفينه دلوقتي هنعرف اوتوميت اكتر من 30% من 60% من الوظائف ديت، وده رقم كبير جدا. انا فاكر كان في انيشال فيرجن ريبورت نزل السنه اللي فاتت كان بيتكلم ان حتى انا ممكن اوتوميت 30% من الوظائف فيري سوفيستيكيتد زي السي او بتاع شركه مثلا، انا اقدر اوتوميت 30% من الراجل ده او الست دي. دي حاجه كبيره جدا، كواحد بياخد في الساعه فلوس كتيره هتعمل فلوس كتيره قوي. ده اللي هم بيتكلموا عليه هنا. الفلوس اللي ممكن تتوفر، طبعا تتوفر من ناحيه لو انا بفكر بالطاقيه بتاعت الراسماليه او الناس اللي هي عايزه توفر فلوس الشركات، او تتخصم لو انا بلبس الطاقيه بتاعت الناس اللي شغاله اوريدي، الناس اللي هتترفد من الشغل او تتسرع علشان توفر فلوسها. فالفلوس اللي ممكن تتوفر او الفلوس مرتبات الناس اللي هتتوفر لو اتعمل الاوتوميشن دوت حوالي 3.6 تريليون دولار، تريليون تي في تشاينا 2.3 في امريكا، وبعدين في اوروبا اكبر خمس دول هناك انسون. يعني فبنتكلم على ارقام مرميه، وده عدد الناس اللي ممكن تاثر بيها ان هي تخرج بره سوق العمل. وغالبا هي الضربه الكبيره تبقى للصين لان معظم الحاجات اللي هم بيعملوها كان بي اوتوميت ايزي. يعني فبنتكلم على قرب 400 مليون واحد ممكن يطلع بره سوق العمل في الصين، دي كارثه بالنسبه لهم. امريكا 61 مليون، في العالم كله بنتكلم عن رقم واحد يعني. رقم قريب من 1 بليون بني ادم، ده رقم واحد في سوق العمل. فده من الاسباب اللي خلت دوله كبيره زي امريكا تفكر ان هي هنستعد ازاي للويف ده. حاجه ثانيه من الحاجات اللي ممكن الاي اي ياثر بيها في حياه الناس هي اوجمنتنج هيومن ابيلتيز. دي برضه انا تاني متعمد اتكلم على الترندز ديت لان هو ده بالظبط بيلخص الشركات الكبيره شغاله فين. يعني انا مثلا شغلي مرتبط بالاوجمنتنج هيومن ابيلتيز، صحابي كتير جدا شغالين في حته الاوتوميشن بتاعت السيلف درايفنج كورز، وشغالين في الحته بتاعت يعني كل مشروع من دول. يعني حتى ممكن نعمل اكسرسايز مع بعض في الاخر، لو احنا عايزين نعمل السيستم ده نتكلم عن الكومبوننتس بتاعته، لو احنا عايزين نعمل السيستم ده هنشتغل فيه ازاي؟ فكل سيستم من دول ممكن يفتتوا مجموعه سيستمز والناس تقعد تشتغل عليه. انجينيرز بقى نقعد نلعب مع بعضينا ونفكر في البلوكس بتاعتهم وكل سيستم يعمل كل بلوك هيتبني ازاي. بس ده دي الترندز الاساسيه اللي الشركات شغاله فيها، الاوتوميشن والاوجمنتنج هيومن ابيلتيز. لان في حاجات انا هقدر اريبليس ات انتايرلي، بس في حاجات ثانيه انا ممكن انمي قدرات البني ادم اللي شغال واخليه بقى سوبر هيومن. يعني لو انت كنت بتنسى اليكسا ما بتنساش، لو انت كنت مش فاضي الجوجل اوتوماتيك ريبلاي هيبقى فاضي. يعني انت بيجيلك ايميل مثلا جوجل اوتوماتيك مش عارف بيسموه ايه، بيسموه انستنت ريبلاي، انا ما جربتش بتاع ده قبل كده، بس انا عارف الناس صحابنا اللي عاملينه هناك وعارف التكنيكس اللي مستخدمه فيه. التكنيكس بسيطه جدا بس بالنسبه لليوزرز حاجه فيري امباكتفول، انك بيجيلك ايميل وبعدين يقول لك بيست على اللي انت رديت عليه قبل كده للشخص دوت في الموضوع دوت، غالبا الرد بتاعك يا اما طنش يا اما مثلا انا جاي معاكم اند سو. ف مثلا يعني فده مثلا لو حاجه ليها علاقه بالخروجه مع الصحاب، ودي حاجه ليها علاقه بالشغل، وبيدي بيديك مجموعه اوبشنز انت تحب ترد ازاي على الايميل دوت. دي حاجه لطيفه جدا، لو انا مش فاضي وسايق عربيه وبتاع ارد زي ده حاجه جميله جدا، ممكن تشغلها زي اوتو بايلوت ويرد لوحدك. وانت ده غالبا في المستقبل ده ممكن تفكر فيه. في تيم كامل شغال في جوجل بالمناسبه، تيم مش صغير شغال في الحته دي. بس امازون اليكسا انا حطيت امازون اليكسا بس عشان يعني حاجه من نوعها دلوقتي تقريبا 10% من جوجل اسيستنت، قبل عندها سيري، فيسبوك عندها فيسبوك ام، مايكروسوفت عندها كورتانا، غالبا ده بيج فايف يعني هم ابل مايكروسوفت جوجل فيسبوك امازون، كل شركه فيهم عندها البيرسونال اسيستنت بتاعها. البيرسونال اسيستنت هدفه ان هو يكونداكت دايلوج معايا، يتكلم معايا، يبقى السكرتير الشخصي بتاعي. انا معيش فلوس كفايه اني اقدر يعني اعين اسيستنت ليا، خلاص مش لازم معايا فلوس اساسا، يكفي ان معاك تليفون. وهيبقى هو الاسيستنت بتاعك ريل اسيستنت. تمام؟
وفكروا بقى اسرعوا بخيالكم. وده تاني مشاريع تخرج، شركات ستارت اب كومبانيز، شركات صغيره. لو انت خدت حته بس من السيناريوز اللي في كيس زي ديت او زي ديت هقول عليه دلوقتي، ممكن تبقى فيري انترستنج دايركشن. يعني مثلا من الحاجات اللي الناس بتفكر فيها دلوقتي، مين هنا معاه سمارت فون؟ بالظبط. ففي ابس كلنا، السمارت فون من غير الابس ما يسواش حاجه، صح؟ يعني في الاخر انا بعمل ايه على التليفون؟ بفتح الابس. فهم بيحاولوا يبنوا الاسيست تكنولوجيز ديت، او بيسموه فيرتشوال اسيستنت، ان هو يبقى بلاتفورم فور ابس. يعني انا مثلا عندي اليكسا في البيت، انا ممكن انزل الاب بتاع اكسبيديا، واحد من شركات حاجات طيران، ممكن انزل الاب بتاع مثلا دومينوز بيتزا واشتري بيتزا سوري. فبتبقى ابس بتنزل على البلاتفورم دوت، وببتدي انتراكت معاها بنفس التفكير بالظبط اللي بتعامل بيه مع الابس اللي على التليفون، عشان كده تبقى هيوج بلاتفورم. حاجة تانية لطيفة في مجال الروبوتكس، نقطة لطيفة اسمه ريلي. ده بيقول ان هو خدم حوالي 11,000 نزيل فندق في العالم، مش عارف ناس، مش عارف ده في اوروبا ولا في امريكا كمان، انا مش فاكر، انا فاكر اسم الشركة بس مش فاكر كانت في اوروبا ولا في امريكا، بس فاكر الرقم ان هو 11,000 نزيل فندق اتعامل معاهم. ان هو ده ببساطة يعني لما واحد جاب فندق مثلا، انا عايز نسيت اجيب مثلا مكنة الحلاقة بتاعته الروائح، فبتطلب الفندق يطلعوا لك مكنة الحلاقة، او مثلا عايز احط هدوم في الغسيل، فواحد بيطلع ياخد. يعني دايما كان في بني ادم يعمل الوظيفة ديت. فخلاص انا هوتوميت مش كل وظائف البني ادم دوت، انا هوتوميت بعض الوظائف المفهومة والمعروفة، وان انا اقدر اجارانتي الكاستمر ساتسفاكشن فيها. فبدل ان هم يعملوا الروبوت ده في الحتة دي وناجحين جدا فيها مثلا. طيب خلصنا الجزئيه بتاعت الاي اي، اتمنى اكون حمستكم في المجال دوت. وفي افكار كتيره جدا يعني بجد، في افكار اندلس. الحاجات دي ممكن تخش ازاي، واحد بيتفاجئ كل يوم لما بيشوف شركه جديده او مشروع جديد او خبره جديده تطلع في المجال. بجد يعني بيتخض، ما شاء الله ده بجد الفكره دي ينفع تتعمل وبجد بتنجح. هتكلم دلوقتي على الديب ليرنينج بسرعه، اللي هي تقريبا يعني هي اللي ذات الموضوع ده. تاني الديب ليرنينج حاجه والاي اي حاجه ثانيه. الاي اي دي هي الامبريلا الكبيره اللي بتضم حاجات كتيره جدا والجوريزمز كتيره جدا ناجحه جدا. بس اللي حصل دلوقتي ان الديب ليرنينج عملت هي يعني ايه كده اللي هو ايه اذكى اخواته، يعني هو اللي عمل بس حاجة يعني طفره اليومين دول، فالناس بتتكلم عليها كتير. طيب ليه الديب ليرنينج اليومين دول منتشره؟ في الاخر ذا سكند ابيرنس، عشان بس ما حدش يفتكر اني بتكلم عن حاجه جديده. مين هنا سمع كلمه نيورال نتورك قبل سنه 2007 مثلا؟ للناس اللي كانوا في الجامعه انا عارف قبل 2007 ممكن الناس ما كانتش في الجامعه بالظبط. بس الفكره ان نيورال نتورك دي عمرها الثمانينات، وفي ناس ممكن تارجي ان الكلام ده حتى من الستينات، كان في اصلا من الخمسينات، فالكلام ده مش جديد باي حال من الاحوال. هو اتس تو بي اونست اتس كومبليت ريبراندنج لنفس الاسم اللي احنا عارفينه قبل كده اللي هو نيورال نتورك، عشان بس نبقى عاملين مع بعض وده اللي بيقوله في اي توك. يعني مش نوت سيكريت ان هو اتس جاست ريبراندنج اوف ا بريفيوس سيستم. بس هتكلم دلوقتي ان هو مش بس ريبراندنج امان، هو اتس ا بارادايم شيفت. هو نفس الالجوريزم بس الناس بقت تطبقه باشكال مختلفه، وبتطبقه بصفه شديده انه هيشتغل، وبتبدا توسعه باشكال رهيبه. لا لا زي ما هتكلم عليها شويه صغيره. فالفكره الاساسيه ليه اصلا الحاجه دي الكلاسيفاير دوت؟ تاني اسال سؤال بقى، مين اتعامل هنا مع فكره الكلاسيفايرز قبل كده؟ تمام هي انا هقول بس 1 مينيت انتروداكشن عشان لو حد ما يعرفش الكلاسيفاير. الكلاسيفاير هو من الاخر او ماشين ليرننج كومبوننتس من الاخر، هي بتعمل حاجه من اثنين غالبا. انا بتكلم على اللي هو ايه يعني ده سوبر بيسك، يعني الموضوع اكبر من كده شويه. هي بتعمل كلاسيفيكيشن، بتعمل ريجريشن. بمعنى لو انا مثلا عايز اتوقع اسعار البورصه، اسعار الاسهم في البورصه، فبدخل شويه معلومات عن مثلا سهم معين، اشوف ازاي اتعامل في الماضي قبل كده، ومثلا الصحافه بتتكلم عليه ازاي اند سو اون، واقول ان هو انا عايز اتوقع سعره بكره او سعره خلال الاسبوع الجاي هيبقى عامل ازاي. فدي بيسموها ريجريشن، ان انا عندي شويه تاسك بحاول ابريدكت نمبر. في حاجه ثانيه اسمها كلاسيفيكيشن، ان انا عندي some sort of input وانا عايز اكلاسيفاي as one of certain pre defined outputs. يعني مثلا عندي صوره وعايز اقول ده مثلا كلب ولا قطه، عندي مثلا سهم حتى في البورصه اشتريه ولا ما اشتريهوش. يعني ممكن افريم ذا سيم بروبلم ان تو ديفرنت ويز، ممكن السعر
حاولت تبيعه مشروش لا يبقى كلاسيفيكيشن لا يبقى ريجريشن. فده اللي انا بتكلم عليه انا التاست بتاعتي كلاسيفيكيشن او ريجريشن. انا عندي سام انت فيتشر شويه معلومات عن الحقيقه عن الواقع. لو انا بتكلم عن مثلا المثال بتاع الصور كلب وبطه انا في الاخر بحط صور الصوره البيكسل ليفل الصوره زي ما انا بشوفها كده بحطها عند الانبوتس وبعد كده بتوقع فوق. لو هي كلب وقطه هحتاج سيرفل واحده بس سيرفل واحده دي اول واحده بس. لو صفر يبقى كلب لو واحد يبقى قطه بس او لو اثنين لو ده اللي نور اللقطتين اللي فوق لو دي اللي نورت يبقى كلب لو دي اللي نورت يبقى قطه مثلا. لو انا في الاخر عايز ابريدكت سعر سهم الرقم هحط برضه شويه فيتشرز فيتشرز يعني خصائص كده بتلخص الواقع بتاع النقطه محل البحث يعني اللي هي سواء بقى سهم بقى اسهم في البورصه او ايه. وبحاول ابريدكت ال floating weight number يعني اللي هو بيعبر عن الحاجه موضع الاهتمام. ليه دي النيورال نتورك لطيفه او مهمه؟ هي حاجه احنا لسه مش عاملينها بصراحه ودي مشكله كمان في الاخر برضه مشكله الانتربرتابيلتي يعني محدش عارف ايه اللي بيحصل جوه ودي مشكله كبيره ودي من المشاكل اللي زعلت الناس من النيورال نتورك زمان. بس عشان نبقى صراحه احنا مش فارق معانا قوي حتى لو مش فاهم طالما بتدينا ازاي كويسه بس ايه ده في مجال الصناعه. الناس في 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 في, في الجامعات طبعا وبالذات الناس الماثماتيشنز متضايقين جدا يعني هو اكل عيشهم هم الجروبس اللي هو يقدروا يثبتوا حاجه. مفيش اي اثباتات ممكن تتعمل مفيش اي جروبس ممكن تتاخد ودي مشكله مضايقاهم جدا وبيحاولوا يشتغلوا فيها اتليست لو اكل عيش مثلا 20 سنه جايه وده شيء كويس. فاحنا مش فاهمين بالظبط الحاجات دي. فاي كلام انا بقوله اتس جاست انتويشن مفيش اي سولد ماثيماتيكال بروف اباوت اني ثينج. ده شيء كويس لان بيخلي الباريرز فيري لو ان ما بيخليش اي حد محتاج يقعد يذاكر كتب من الماثيماتكس قبل انا برضه تاني بنعمل اقول لهم الكلام ده عشان اشجعهم يخشوا. مفيش اي انا اتعمدت اقول للاورجنايزرز بتاع الايفنت ان اكشولي ذا نيدد ماث باك جراوند از مي يعني هو مجرد هاي سكول ماث. لو انت عديت الثانويه العامه انت جاهز جدا انك تخش المجال ده. ده مش تدفيق في المجال ده انا مش بتفق في المجال بس بقول ان البارير اللي من دول الاسباب هتكلم عليها بعد كده وطي قوي. يعني حتى لو كان في حاجه محتاج تتعلمها حد تاني عملها وحطها لك فري افيلبل اون لاين فانت ممكن تاخدها از بلوك ان يور سيستم وتبني فيه. فما فيش محدش يتخيل ان هو انا محتاج اقعد اذاكر لي ثلاث اشهر عشان ادخل المجال ده. صدقني لا انت بس محتاج تقعد على الكورس وتشتغل. طيب فبالتالي الانتويشن بتاعتنا ليه الكلام ده شغال كويس؟ واحده منهم ان احنا عندنا مالتي لاير ديستريبيوتد برزنتيشن. يعني ايه ديستريبيوتد برزنتيشن عشان بس الكلام الكبير ما يضايقش حد؟ لما كنت زمان ببص على مثلا كلب ولا قطه ببص على الصوره كلها وبقول ده كلب او ده قطه كاني بصيت على الصوره على بعضها. فكره الديستريبيوتد برزنتيشن حاجه لطيفه قوي. انا مثلا كواحد واقف قدامك لو انت بتاخد صوره ليا انا لابس نظاره مثلا شعري قصير اليومين دول ساعات ببقى بنسى احلق شعري شعري طويل حبتين ساعات ببقى لابس تيشيرتات لونها ثانيه او يعني لابس حاجات مختلفه عن صوري. فبالتالي طبيعه تعبيرك لصورتي ما بتبصش على صورتي كده على بعضها وتقول ده عبد الرحمن. لا انت بتبص والله ايه مثلا المسافه ما بين عينين والمناخير والبق مثلا والنضاره اللي انا لابسها وشعري ومش عارف ايه كذا حاجه وكل حاجه فيهم مستقله بذاتها. وبعد كده تركب الكلام ده على بعض تقول ده عبد الرحمن. مع ان ممكن واحد تاني يجي لك مش انا خالص بس انت برضه مني نفس الشخص بيلبس نظاره وكان لابس تيشيرت لونه ازرق مثلا ممكن تستخدم نفس الفيتشرز اللي انت استخدمتها انا علشان تبص على التيشيرت بتاعي تبص له هو على التيشيرت بتاعه. فده فكره الكومبوزابيلتي يعني فكره ايه؟ ان بدل ما ابص على يعني خلينا نرسم الحته دي لان دي كانت حته لطيفه يعني دي كي يعني كي اصلا ليه النيورال نتورك احسن من حاجات ثانيه كتير موجوده دلوقتي. لو انا مثلا عندي اتغلب انا راجل بتاع سبيتش في الاساس فالسبيتش بنبص على الباترنز والفريكونسيز. طب خلينا نديك مثال للناس اللي بتخيلها يعني مثلا انا بتخيل مثلا في بني ادم وبني سايق سايق ما بعرفش اسيب فسامحوني على الكلام ده ان مثلا المنظر ده تمام. لو انا عندي فيتشر او مثلا نيورون واحده من دول بتديتكت بس المسافه ما بين عينين وهي بتبص بس على المسافه ما بين عينين تمام.
بنبص على مسافه او شكل المناخير مع الجوب مثلا، تمام؟ بما ان الاثنين دول ما لهمش علاقه ببعض، انا ممكن لو مثلا راجل او ست او حتى لو هاخد حاجه مش هيومن اتوم، يعني لو حاجه مش بني ادم خالص، طالما عندها عينين انا ممكن استخدم نفس الفيتشر تاني. فاي كان كومبوز ا دايفيرس سيت اوف فيتشرز عشان اعمل تاسكس مختلفه خالص. لكن قبل كده كان الناس بتعمل ايه؟ مثلا حاجه زي الجافا سكريبت موديل، زي الاس بي ام، زي 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 يعني الالجوريزمز الثانيه هي موجوده وناجحه جدا في سيستم ثانيه بالمناسبه، يعني مش دايما تروح على النيورال نتورك. في ابلكيشنز ثانيه اتس لايك يعني النيورال نتورك اتس واي فار فروم ذا بيست، بيبصوا على الصوره كامله ويبتدي ياخد الديسيجن بيست على الصوره على بعضها او الانبوت على بعضها. فدي حاجه قويه جدا في الدنيا بتاعت النيورال نتورك، ان انا عندي مثلا حاطط 1000 هيدن يونتس، كل هيدن يونت بتبص على حاجه صغيره قد كده، تمام؟ وبما انها حاجه صغيره قد كده اي كان كومبوز ذيم تو هاف تو سيرف ا وايد رينج اوف تاسكس. اللي مش بس كده بقى، يعني ده كده في حد ذاته زمان كنا بنسمي ده ار بي ام، لو حد عمل سيرش عن ممكن ريستريكت بوزر ماشينز، ده كان الشغل القديم. كان جاست وان لاير اوف نيورونز وهدفنا بس نديتكت الفيتشر. لا دلوقتي بنحط مالتيبل لايرز اوف ريبريزنتيشن، فبالتالي انا مش بس ببص على الفيتشر دي لوحدها والفيتشر دي لوحدها، ده انا كمان باجي فوق وابص على التو فيتشرز مع بعض وابتدي ادرس العلاقه ما بين المسافه ما بين العينين والمسافه ما بين البوق والمناخير از ا سيبريت فيتشر باي سيلف اون توب اوف ذيس تو فيتشرز، تمام؟ فبالتالي ده بيدي بقى قوه في ان انا ايه؟ بعد ما كنت ببني حاجه، يعني مثلا لو تخيلنا ان الفيتشر الفيري بريمتيف الاساسيه البدائيه خالص ممكن تنفع على وشوش البني ادمين وشوش الكلاب وشوش اي حاجه بعينين وخلاص. او اي صوره وخلاص. يعني مثلا الناس بتبص حاجه اسمها الايدج ديتكتورز، انا قاعد بتعامل مع صور. فبيقول الفيتشرز اللي تحت ديت بتحاول تديتكت الايدج، يعني انا مثلا واقف هنا المسافه ما بين وشي والخلفيه اللي ورايا دي بيقول ايدج في الصوره، لان انا هنا وشي واخد لون والخلفيه واخد لون ثاني، فدي ايدج ما بين تو ديفرنت كارز. فبيقول لك ده اللي تحت دوت اتس جاست بانش ايدج ديتكتورز، يعني هي مجرد بتديتكت الايدجز. وبعد كده اللي فيها بتحاول تجيب الريليشن بين ذيس ايدجز، وبعدين الليير اللي فيها اكتر بتحاول توصلني لحاجه اقرب ما تكون اهول بارت، يبقى عندي جزء من الشيء. وبعد كده الليير اللي فيها ايه من نور بتحاول تبص على الشيء ككل انسان، يعني الايدج ممكن تبقى وشي وبعدين فيتشر ثانيه تجيب عينيا، وبعدين فيتشر ثانيه تجيب الريليشن ما بين العينين، وبعدين فيتشر ثالثه تجيب الريليشن ما بين المسافه ما بين العينين وبقيه الوش صور. الكلام ده الناس عملته ازاي؟ وبدات تفكر فيه ازاي؟ ان هم عملوا تريننج للنيورال نتورك على صور كتير جدا، وبعد كده مسكوا الفيتشرز اللي هي بعد ما اتعمل تريننج بدات تبص جواها ايه هو الانبوت اللي بينشط ايتش يونت اوف ذيس نتورك. فلقوا ان بعض لقوا في الحته اللي تحت اليونتس بتكون اكسايتد او بتبقى 1، يعني في النهايه لو بنفترض ان دي باينري، يعني بتديها صوره وبعدين بتقول لك 1 و 0 بتبقى 1 مثلا عند الايدجز مثلا، وبعد كده فوق بيلاقوها ان هي بتبص على حاجات اكبر شويه الريليشن ما بين تو ايدجز اند صور. فهم الكلام ده الانتويشنز ديت تاني مالهاش اي مثبت بروف، هي لقوها امبيريكال يعني لقوها بالتجربه بعد ما عملوا تريننج لكذا موديل على كذا سيستم بدأنا نطلع بالانتويشنز ديت. اتفضل. التوضيح بس الانبوت هي الصوره كلها على بعضها. الانبوت في حد الصوره هي صوره على بعضها البكسل ليفل. بالظبط البكسل ليفل. يعني مثلا اتفضل يا دكتور. هو اللير الاولانيه بتحاول تعمل ديتكشن لبيتشز. يعني مثلا بيتش 45 درجه هي 45 درجه. بالظبط. مين اللي بيوسع المسؤوليات بين النودز؟ سؤال هي. يعني انت دخلت الصوره كلها على بعضها ودلوقتي عمال تقول ان النومز دي بتتعرض. يعني ده حاجه مهمه جدا وده سؤال مهم جدا وده سؤال محوري على فكره، لان طريقه تعاملنا مع الارتفيشال انتليجنس في الستينات كان بطريقه، طريقه تعاملنا معاه بدات تتغير مع الوقت. قبل كده الناس كانوا دايما بيفكروا فكره ان انا بعمل ال بانجكت النولج، انا عارف باي ديفولت وانا بتعامل مع صور، انا مع صور بني ادمين مثلا ان انا هقدر سام سورت فيتشرز انا بقدر احطها، تمام؟
او الناس كانت بتعمل تريننج للفيتشر دي او حتى الديزاين سيجنال بروسيسنج فلترز. الناس بتوع ويبلتس وبيديزاين فلتر بيبص على الصوره ويديتك ديزاير باترنز وحتى وده حاجات ناجحه جدا وبيبقى معظمها موتيفيتد بالريسيرش اللي بيحصل مثلا في المخ. يقول لك اه والله في نيورونز في المخ بتديتكت الحاجات ديت انا هعمل سيجنال بروسيسنج سيستم مش ما فيهوش ليرن بديتكت بيه نفس الحاجات في البوتوم لاير. اللي حصل في النيورال نتورك او الويف اللي ابتدت حتى من التسعينات والثمانينات انها تكرر خلاص احنا الدنيا اكبر بكتير من ان احنا نقدر نهاند كود كل الفيتشرز اللي فيها. انا مش هقدر احط كل حاجه فيها كتير جدا في الدنيا. تعالى نفترض حاجه. انا افترض ان الموديل اللي هي سواء بقى نيورال نتورك او غيره عنده من الموديلنج كاباسيتي اللي هو يقدر يابزورب او يقدر يمتص او يتعلم فاريانس كتير في الداتا يعني حاجات مختلفه. يعني مثلا لو انا النهارده لابس النضاره او قلعها او بكره حالق شعري ولا مربيه اي حاجه من دول لو انا عندي داتا كتير والموديل عنده كاباسيتي كفايه هو هيبدا يتعلم الكلام ده. فاللي حصل كالاتي ان احنا بقينا نديها داتا كتير قوي and two hours surprise ان ما حدش من غير ما يديها المعلومات ديت هي بتكتشف ده بنفسها. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا اللي هي فكره وليه حتى كنت فكره ان احنا مصدقين ان النيورال نتورك بتتعلم وفاهمه بس بامانه هي مش فاهمه هي بتنفذ التاسك النهائيه. يعني دي برضه حاجه لطيفه كنا اشتغلنا فيها قبل كده لو هقولها في دقيقه واحده. لو انا بشتغل سبيتش ريكوجنيشن انا همني ايه؟ السبيتش الكونتنت يعني اللي بيتقال ما يهمنيش اتقال ازاي او مين اللي بيقوله. هل اللي بيقوله راجل ولا ست شاب صغير ولا كبير بيشرب سجاير ولا مش شاب. كل الكلام ده بيغير الاكوستيك كاركترستكس بتاعت السيجنال او بتاعت السبيكر. بس لاني بعمل سبيتش ريكوجنيشن انا ما يفرقش معايا الحاجات دي كلها. فاللي بيحصل كالاتي ان لما احط على الاوتبوت في الاوتبوت بتاعي بحط بس انا عايز ابريدكت الكلمات اللي بداخلها تو سمبليفاي. طبعا ده تبسيط مخل يعني اسمع علينا ان انا بحط او مش مخل دلوقتي والله بنعملها في الكمبيوتر فايل سيستم. السيستم بتاع جوجل هوم شغاله كده بتديها الانبوت سبيتش وبتديها الاوتبوت كلمات. تمام؟ وعملوها على اليوتيوب لما الناس بتبص على اليوتيوب لما بيطلع لك فيها سبيتش كوجنيشن او فور ذا سيستم اللي عملوه في اليوتيوب كانوا ماشيين بيبر بيها بيدخلوا الاكوستيك ويب انبوت وبتحط له الاوتبوت كلمات. والنتورك بتحاول تماكسمايز البروبابيلتي ان اجيب الاوتبوت سيكون صح. فهي تركيزها فين؟ على الكونتنت. فتلاقي ان كل الفيتشرز اللي اتعلمتها ملهاش اي علاقه بالستايل اللي بيتكلم راجل او ست. طفل او شاب يعني طفل او ادلت. الباك جراوند نويز بتاع الخلفيه عامله ازاي؟ لان النتورك اتعلمت ازاي؟ انا قلت لها ايه؟ قلت لها كذا هي بتنفذ لو قلت لها عليها. فبالتالي الفيتشرز اتس داتا دريفن جايه من الداتا وجايه كمان مش بس من الداتا جايه من التاسك اللي انا بفرضها على النتورك. لو انا رحت وكان هذا ده فعلا بيحصل في سيستمز ثانيه زي مثلا السيستم بتاع الجنود الناس اللي بتعمل بصمه صوت انا مش هاممني الكونتنت ساعات بيهمني بعض الفاريشن في السيستم دوت بس انا هاممني الايدنتيتي بتاعت السبيكر. فساعتها الفيتشرز اللي النتورك بتتعلمها ملهاش اي علاقه بالكونتنت ليها علاقه بس بالستايل اند سو. فاجابه الدكتور علي اللي هي الفكره كلها اتس ديتا دريفن. تمام؟ فدي نقطة، النقطة الثانية اللي احنا برضه اتكلمنا عليها بتاعت الشيرد ريبريزنتيشن اكروس لارج نمبر اوف كلاسز، غالبا ما نحطش اثنين، احنا بنتكلم مثلا في السبيتش كوجنيشن ناس رجال الاي بي ام بقى اللي هم الرجالة الشداد بيحطوا 32,000 كلاس في الاوتبوت. تمام؟ الناس مثلا بتوع اللانجوج موديلنج الاوتبوت بتاع اللانجوج موديل بيبقى حوالي حاجة بتاعت 200,000، يعني احنا ليه كام كلمة في اللانجوج وبيحطوا الكلام ده في الاوتبوت، مشين ترانسليشن بيحطوا برضه رقم خرافي كده فوق. فبنتكلم على هيوج نمبر اوف اوتبوت كلاسز. تمام؟ في طبيعه السبيتش في البرودكشن سيستمز في السبيتش ريكوجنيشن بتتكلم في مثلا 9000 اوتبوت. تمام؟ 9000 اوتبوت. لو انا بعمل مشروع في الجامعه الناس بتتكلم على 10 عشان بس ما حدش زعلان من نفسه ولا لا. لان هو في الاخر
it has nothing to do with the scale. هي الفكره كلها ان هي نفس الماتماتكس نفس كل حاجه. لو انا عندي ماكينه صغيره بظبط سيستم على حاجه صغيره، لو انا عندي the world's best cloud computing infrastructure هعمل اللي انا عايزه، بس في الاخر نفس ذا سيم ماس ذا سيم كود ايفن. تمام. اتفضل حضرتك. هو لما حضرتك عملت البيبر بتاع السبيتش ريكوجنيشن ديب ليرنينج والسبيتش ريكوجنيشن كان كام اوت؟ ساعتها لما كنا في الجامعه كنا لسه بادئين الموضوع، كان عندنا حاجه بتاعت 200، كنا حاطين 200 لسبب ليه علاقه بالتاسك ملوش علاقه بالكمبيوتيشن. يعني كانت التاسك اللي احنا شغالين عليها ساعتها كان الرقم المنطقي اللي احنا الناس شغاله فيه كلها كان 200. وعرفت تبطش بيها كويس؟ اه طبعا. لا على فكره بالمناسبه الناس ممكن تبطش بيها عضو واحد بس، الموضوع ملوش علاقه. الناس بتبص كابلكيشن بره، بتبص على ده سؤال مهم خلينا نروح بره عشان ما ننساش. الناس بتبص على كذا حاجه، نمره واحد في ابلكيشن بيربس، يعني ممكن يكون كل حاجه تكنيكس وكل حاجه زي بعضها، بس انت اخترت فيري انوفيتيف ابلكيشن محدش جربه قبل كده خالص. يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي انا نفسي 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 الناس تستخدمها والناس اللي عايشه في مصر، ندور على اي تاسك مفيده في المجتمع المصري او المجتمع الافريقي او مجتمع الدول الناميه، ونعمل artificial intelligence for developing countries. It's a very important application. تقريبا مفيش حد بيشتغل فيه. مش عشان هم ناس اشرار، لا لان هم ما عندهمش الداتا، لان هم مش عايشين هنا. لا لاسباب ثانيه، يعني لو انت لو حتى حد خلى الداتا بابليكلي افيلبل ممكن تلاقي الناس اللي هناك قاعده تشتغل فيه. فبس بما اننا هنا جوه البلاد بتاعتنا ده ممكن يبقى ابلكيشن فيري نوفل. يعني ديفنتلي يعني الناس هتبقى سعداء بيه لما يروح ده توب تير كونفرنس زي نيبس واي سي ميلا. فالابلكيشن مات بغض النظر عن الاسكيل. دي نمره واحد، ده فاكتور مهم. الفاكتور الثاني بتاع النوفيلتي، يعني ممكن يعني جيف هنتون اللي هو واحد ذا جاد فاذر اوف ديب ليرنينج لما كان بيبلش كل الكلام ده وحتى نشره في ساينس وكان عامل الشغل الكبير ده كان 10 اونز. تمام؟ مش لازم يبقى سكيل. لو في نوفيلتي في السيستم في الديزاين او في الالجوريثم نفسه او في الماثماتكس او كده اعمل اللي انت عايزه. حتى لو حاجه فيري تايني اعملها على ماك لاب كده على اللابتوب بتاعنا في البيت مفيش مشكله. لو في نوفيلتي فالسكيل مش هو العامل الرئيسي، هي الفكره في فاكتور في النوفيلتي بتاعت الالجوريثم. في ناس بقى بتبص في النوفيلتي بتاعت الاركتكشر، يعني كان عامل ماشين ترانسليشن، مفيش اي تغيير في التاسك مش جديده، ماشين ترانسليشن معروفه من قديم الازل. الالجوريثم باك بروجيشن برضه اللي هو بتاع التمرينات ده اللي هو بتاع التشينل بتاع الثانويه العامه مفيش اي مشكله، بس طريقه تعاملنا مع السيستم مختلفه خالص. ده بيسموها دلوقتي سيكونس سيكونس مودز، يعني حاجه ويف كده منتشره هنتكلم عليها بعد شويه. كانت جديده، مش جديده لانها صعبه، جديده لانها سهله. الناس ما كانت انا كنت موجود ساعتها كنت بزورهم هناك في جوجل في الوقت ده. يوم ما طلعوا النتيجه انا عايز اقول لك ان الثلاثه اوثرز بتوع الجبر هم كانوا البوست بتوعي وانا رايح الدكتور هناك، وبعدين قالوا لي تعالى تعالى نقعد مع بعض فوق شويه. فواحد فيهم بيطلع قال له الحق، هم اتسرعوا لما لقوا السيستم اشتغل بجد. نور يعني فور ات سمبلستي، الموضوع كان سهل جدا، اتخضوا لما لقوا اشتغل. والعجيب انه بيشتغل، بيشتغل كويس جدا، وده البرودكشن سيستم بتاع جوجل ومايكروسوفت ماشين ترانزليشن. تمام؟ فري باي ذا واي، يعني مش لازم تبقى شغال في شركه كبيره ولا بتاع، الكلام كله دلوقتي فري دي افيلبل، دي حاجه لطيفه جدا. الكلام ده ايه بقى هو برضه نيورال نتورك ممتاز؟ انا هنزل ديبر في نيورال نتورك في فيو سلايدز يعني. بس عايز اتاكد من الوقت ان انا الدنيا عامله ازاي؟ انا سرحان قوي. تمام. طب انا هحاول اجي اسرع من كده عشان ادي فرصه للناس تسال وتتكلم براحتها. في عندنا امبريسيف سكسسز في حاجات كتيره، يعني في السبيتش كوجنيشن، في الماشين ترانسليشن، في السيجا، كمبيوتر فيجن. مش عارف الناس تسمع حد هنا بيستخدم جوجل فوتوز عشان يابلود الفوتوز بتاعته فور فري. يعني المفروض ناس اكتر تابلود. مش تشير ان هي ببلاش بتاخد انليمتد نمبر، يعني انليمتد اي حاجه يعني ببلاش وانليمتد اكتر كلمتين بيجيبوا زباين. فجوجل مثلا بتعمل الموضوع دوت وكل في نيورال نتورك قاعده بتشتغل. فبعد شويه بعد ما بتابلود صور كتيره، بالمناسبه الكلام ده بيجرح البرايفسي بتاعت اليوزر. ايوه عارفين والناس عارفه كده بره، دي مشكله كبيره. تمام؟ عشان كده الناس ما بتابلودش الصور، بس في النهايه ده اللي بيحصل. يعني البرايفسي بتاعت اليوزر دي مشكله كبيره هنتكلمها بعد كده. بس كل الصور اللي انت بتعملها ابلود بتعدي على نيورال نتورك هي ماشيه. والنيورال نتورك ديت اللي هي كان برضه يعني هنتكلم على
البيسك موديل بتاعها ده كونفولوشن نيورال نتورك بعد كده وتبدا ان هي تقسم الناس. يعني مثلا بعد ما ابلود صور كتيره لقيت مثلا اكتشف ان هم عرفوا صوره ابني لما كان عنده 4 سنين وصورته عنده 7 سنين وصورته عنده 9 سنين ويقول لي ايوه الصور دي بتاعت واحد بس بتاعت نفس الشخص. او مثلا يحط الصور بتاعتي انا وعيلتي لما كنا بنزور مكان معين وتقول لنا الصور دي كلها اتصورت في نفس المكان. بعضها ديتكشن الباك جراوند للمكان وطبعا بعضها يعني جيوغرافيكال لوكيشن بيجيبوها من كل الناس. بس هم كانوا ليهم بيبر بيقول لك انا من الصوره بقدر ابريدكت المكان. ده بيبر بجد عملوه يعني عملوا سيستم قال لك انا اديني صورتك وانا اقول لك انت فين. بيجيبوها مثلا من مثلا لو انت في سياتل والدنيا بتمطر لو انت الدنيا بتمطر في الصوره مصر بروبلي انت اما في شمال غرب امريكا يا اما انت في شمال غرب اوروبا يعني في النهايه الدنيا بتمطر على طول السنه فاتس افيري سيف بريدكشن. فبيحاول يتوقع الكلام ده من الخلفيه ومن الصوره نفسها. حاجه ثانيه من النجاحات الرهيبه اللي تمت دلوقتي يعني انك الناس اللي شغالين دي مايند بجد عاملين يعني اميزنج جوب يعني في الشغل بتاعهم قدروا ان هم اتكلمت على الشغل بتاع الاتاري ان هم حطوا 50 مثلا لعبه ولا مش فاكر كام حاجه بس كام حاجه 30 هم بدوا الاول بعد السرفايفل وبعدين زودوا في البيزنس اللي بعد كده وقدروا يجيبوا فيهم كلهم حاجات مين اوف ذيم ار سوبر هيومن يعني انت لو لعيب اتاري جامد يعني هدمروه تمام. فالحاجه عظيمه والجو الجو دي كانت لعبه انا معرفهاش بصراحه قبل كده قبل ما هم يعلنوا عنها بس دي لعبه لما تبص عليها از فيري سوفيستيكيتد جيم وقدروا ان هم يغلبوا الورد تشامبيون فيها مؤخرا. مين سمع عن الانانشن بتاع جو تمام بالظبط كده. الجيم كانوا بيصوروه لايف على يوتيوب وكانوا عاملين بيج طبعا يعني جوجل اتس بيج ميديا ماشين في الميديا بتجري وراها فبس هو الاكشن فور ات ذات تايم واز فور ريل يعني كان بجد عاملين شغل جامد وناشرين جابوا في نيتشر من الشغل بتاع جو. ناس دلوقتي بيلعبوا بوكر ما لعبتش بوكر مع شخصيه قبل كده ما اعرفش ازاي وده لطيف كمان. انت كراجل شغال في نيورال نتورك مش محتاج اصلا تعرف تلعب بوكر او اتاري او جو. انت هتبني سيستم اللي بيلعبها احسن منك او احسن من احسن لعيب في العالم وانت شخصيا ممكن ما كنتش تعرف الروز ودي قوه الليرنينج فروم داتا. دي ده برضه نيو شيفت يعني انت مش لازم اساسا تكون بتعرف تعمل تاس انت بس المهم يكون عندك داتا كتير عنها والسيستم لوحده هيقدر يديسكفر الباترنز ويتعلم على مرار على مرور الوقت ازاي يلعبها احسن من احسن بني ادم حتى لو انت شخصيا ما كنتش بتعرف تعملها. ودي تاني الفكره اللي مشعلله في دماغ الناس فكره الاوتوميشن ان ممكن يكون عندي يعني بانش سكيلد وركرز لو انا قدرت ابص على الداتا اللي طالعه منهم انا ممكن اوتوميت او بلاش اوتوميت عشان اطلعهم من سوق العمل. انا لو عندي عدد قليل من السكيلد وركرز دول اي كان مالتبلاي ذيم يبقى عندي عدد ضخم جدا منهم باستخدام الماشين ليرنينج. دوم برضه الناس اللي كانت بتلعب دوم زمان في برضه اوبن سورس دوم اللي هي الفيرست اللعبه دي برضه موجوده في الكتاب اند واي ميني مور في حاجات كتير جدا حاجات في تصنيع الادويه كان برضه في كومبيتيشن ونيورال نتورك كان على كسب السالري بريدكشن كل الريزم بتاعتك اتوقع لك السالري بتاعتك حاجات كده كتير يعني وليست طويله يعني. حاجه ثانيه مهمة جدا للسكسس بتاع ديب ليرنينج ان زمان لما مثلا كنت بدات وحتى الناس اساتذتنا اشتغلوا الواحد بياخد دكتوراه في حته ويفضل عايش فيها طول عمره يعني انا بتاع سبيتش بموت وبعيش واموت سبيتش ما بلعبش في حته ثانيه لان في بارير رهيب ان العب في ناحيه الكمبيوتر فيجن. الناس بتوع الكمبيوتر فيجن ليهم عارف في زي يعني ايه يعني بارير قوي او في كميه باك جراوند نولج لازم اعرفها علشان ادخل الاريا او ال ال بي. في ناس طبعا زي الدكتور مصطفى ربنا يكرمه هو كان اوريدي كروس ارياز بس ده مش موجود كتير يعني في ناس كانت انا مركز في دي وشغال فيها بس مركز في دي وشغال فيها بس تمام. دلوقتي النيورال نتورك ديموكراتايز هو فيلدز يعني انت بس بتعرف السيت اوف سكيلز تعلمها كويس وبعد كده الملعب مفتوح قدامك بجد انك تخش في مجالات كتير جدا. يعني الدكتوره سماح عامل شغل هايل في الترانسبورتيشن تمام. انا شفت ناس عاملين ناشرين نيورال في الترانسبورتيشن عاملين نيورال نتورك فور ترانسبورتيشن وزيرو فورس ليرنينج وجايبين نتائج هايله تمام. ممكن ما يكونوش اصلا عندهم خبره في مجال الترانسبورتيشن بس بيحشروا فيها نيورال نتورك ويلموا داتا ويقدروا يجيبوا نتائج كويسه. فبالتالي الموضوع ما بقاش محتاج ان انا اكون اكسبرت في حته انا بقدر جنرالايز ايزلي از ريسيرشر او از انجينير بشتغل في حاجات كتير قوي.
حاجه ثانيه هي ان في طبعا كوميرشال برودكتس كتير جدا بتثبت بما لا يدع مجال الشك ان دي مش ظاهره معمليه. يعني دي مش مجرد كده نتيجه ناس لقوها في المعمل وما بتطبقش في الصناعه، يعني الكلام دوت هو اللي بيحصل في الصناعه النهارده. طيب ليه بقى الكلام واي نعمل؟ الكلام ده ليه دلوقتي؟ كنت اتكلمت في الموضوع قبل كده. انا بسميه ذا بيج فور، يعني اللي هو اكبر حاجات سببت في الموضوع ده، مش عشان ذكاء افراد ولا عشان ذكاء شركات، هو بصراحه عشان الاربعه دول. نمره واحد، عندنا كميه داتا رهيبه تقريبا. انا طبعا مش خبير في الموضوع ده، الناس اساتذتنا بتوع الهاردوير والناس اللي شغاله في الفيزكس بتاع الهاردوير، اسعار الهارد درايفز رخصت جدا، فبقى الناس تقدر تسيف داتا مكان زمان بترميها، او كان مفيش الماشينري عشان نلاقي الداتا دي في الاساس. يعني برضه وجود موبايلات في ايدين الناس خلى الناس تسجل، والناس بقت مطنشه الموضوع برايفسي، فبقى الناس بقت الشركات تقول لك اوكي اوكي اوكي، وانت هتسيف الداتا بتاعتك خلاص، انت بس قلت اوكي وخلاص قبل يسيبوا الداتا. ففي النهايه عشان بس انا محتاج من الشركات اللي بره، الشركات اللي بره بتحافظ على الداتا بتاعت اليوزر بشكل قوي جدا. يعني مفيش مثلا واحد ما تتوقعش ان صاحبك اللي شغال في شركه جوجل بيتفرج على الايميلات بتاعتك او الصور بتاعتك، لا مفيش حد ينفع يعمل كده، هيترفض على كده. هو قادر ان هو هو غالبا بيتعامل مع الداتا، تمام؟ هو بيتعامل مع الداتا، بس الداتا اللي هو بيتعامل معاها بتبقى سبيشال. يعني مثلا عارف اكزامبل بعيني، مثلا كانوا عايزين يعملوا حاجات في الفويس سيرش بتاع جوجل وعايزين يتستوا سيرتن هايبوثيسز، فعملوا سبيشال تراك وبياخد ناس سبيشال وبيقول لك اكسبليسيت ان الداتا بتاعتك دي بني ادم هيبص عليها عشان التست دي. مثلا سكايب ترانسليتر، مايكروسوفت عندها سكايب ترانسليتر، انت بتتكلم بالعربي بترد ناحيه بالالماني، علشان الراجل ما مش واخد باله، او اثناء ما انت بتتكلم في سكايب طريقتك كلمه سطر فوق ما بيتشالش، ان الداتا بتاعتك دي بتتلم وفي حد ممكن يسمعها. فهم الشركات بتبقى فيري كوشس في الموضوع ده، يعني اتليست اب تو ماي نولج، انا شغال في مايكروسوفت ما بنعرفش اصلا نوصل للداتا بتاعت اليوزرز، ولو عايزين وهموت ويطلع عيني ما ينفعش. فيعني دي برضه حاجه مهمه، بس في النهايه في كتير قوي من الداتا دي بنقدر ان احنا نبني مودلز ونرمي المودل على الداتا من غير ما ابص على الداتا نفسها، بتبدا تتعلم الداتا دي. لو في داتا هنبص عليها ونعملها انوتيشن، غالبا اليوزرز اللي بتلمك منهم الداتا دي اتاخد منهم اكسبليسيت كونسنت ان الداتا بتاعتهم دي هتتبص عليها، تمام؟ ودي مشكله كبيره. مثلا سيري على ايفون وحش، لان سيري يعني دي ار تيكينج يوزر برايفسي فيري سيريسلي، فرافضين تماما ان هم يتعاملوا مع الداتا دي. طبعا بتوع يعني اصدقائنا اللي شغالين في امن، يعني في واحد برضه هو في حاسبات معلومات جامعه القاهره من ترانزيت، دكتور شريف ودكتور علي في جامعه حاسبات القاهره، اسامه شغال في امن، اسامه عبد الحميد في التيم تاثيري، بيعاني هناك معاناه شديده. يعني لما برضه يعني الداتا موجوده بس ما ينفعش اعملها انوتيشن اند سو. ف بس في كتير قوي من الداتا. الكمبيوتيشن باور احنا بنقدر دلوقتي نترين على سيرفرز فيها جي بي يوز، الجي بي دي كانت كان في حاجات شبهها زمان، دلوقتي بقت موجوده ورخيصه. بتكلم تاني بالديسكيل بتاع الناس اللي بره، رخيصه وافيلبل والناس تقدر تشتغل عليها، الشركات الكبيره والابس الكبيره بتعرف تجيبها وكتير. وجود كودنج انفراستراكشر زي كودا، كودا سهل جدا بينتجريت مع السي بلس بلس والناس بتتعلمه بسهوله، فدخل برضه الناس فيه اكتر. والجميل بقى يعني الشغل الكبير اللي بيحصل بقى في الكلاود كومبيوتنج خلى حتى فكره ان الشركات اللي عايزه تجرب بتجرب اولموست ببلاش، يعني بدل ما تقعد تشتري سيرفر كبير بفلوس كتيره عشان تجرب تجربه ممكن تنجح وتفشل كشركه، يعني انت في المجال ده ولا لا؟ لا، دلوقتي انت ممكن تروح تاجر الكمبيوتر بتاعك على امازون ولا على مايكروسوفت ولا على جوجل كلاود بفلوس اقل بكتير من اللي كنت هتشتري بيها المكنه او الماشين ديت، وتقدر تعرف كان دي اتس وورثي اوف انفستمنت ولا لا في المجال اللي انت عايز تخش فيه. النقطة الثالثة ودي بقى حاجة جامدة جدا، فكرة الاوبن سورس كود. دلوقتي بقى في تول كيتس موجودة كتير اندستريال سكيل، يعني انت عندك نفس الكود اللي الناس في جوجل شغالين بيه، نفس الكود نفسه بمعنى نفسه، يعني نفسه اللي هو زي الناس اللي شغالة على ديب مايند بي او اللي شغالين بيه في فيسبوك ريسيرش او مايكروسوفت ريسيرش. الفرق الوحيد في الكود هما في انتجريشن مع الهاردوير بتاعهم،
يعني احنا هنبدا بصوت عندنا الانفراستراكشر بتاعت الهاردوير اللي بنرد عليه اكسبيرمنتس ماشين، فبس في شويه سوفت وير عشان بيانترفيس مع الهاردوير ده، هو ده الحاجه الوحيده اللي متشابه، لان هو في الاخر ملوش يعني ملوش لازمه لليوزر، لان احنا مش شغالين على نفس الانفراستراكشر بس، لكن كل حاجه زي ما هي زي ما هي بجد. الكلام ده طبعا لو كان اتقال لحد مثلا من 13 سنه هيقول لك تتخرب. يعني انا فاكر كان من الاسباب اللي دخلتنا اصلا في السبيتش كوجنيشن اول ما بدات اتعلم السبيتش كوجنيشن في ار دي اي، ان الاتش تي كي كانت موجوده مكانها. الاتش تي كي دي كانت هي احسن سيستم وكان مايكروسوفت شارياها وحاجه كده برودكت كواليتي وكان حاجه عظيمه جدا، يعني كانت بتخش كومبيتيشنز وتكسب ويعني نزلت مجانا واو، يعني كان بالنسبه لنا فتح رهيب ان خلاص ده كل موجود وتقدر تبص فيه وتتعلم منه. دلوقتي الكلام ده بقى اشخاص في حاجه معينه، ده كان بقى هو النور بقى ده الطبيعي ان كل السورس فور موجود. حاجه ثانيه مهمه الاديوكيشنال ريسورسز، عندنا طبعا الموس اللي هي الادكس وكورسيرا اللي ما بين ويوزر الناس، بحب الناس يا ابو الناس الناس يا روعه عليها بمتع. خلينا نعمل برضه حاجه اعلان لطيف، يعني في كده كان كورس في لاستي بيتاخد لو انت حضرت ال تمام. طيب في سؤال مهم جدا اتسال، ايه هي الابلكيشنز اللي ممكن يكون حاجه زي الاس بي ام مثلا احسن بكثير من نيورال نتورك؟ الناس اللي انا اتكلمت عنها في الاول هي فكره ان انا بجيب حاجه ليها فيتشرز وفيتشرز بتعلمها وبعمل فيتشرز وفيتشرز من الاخر كده، التاسكس اللي هي مرتبطه بالبرسبشن، ان انا بقدر اشوف صور او اسمع سبيتش، الحاجات دي لقينا ان النيورال نتورك فيها كويسه جدا. الحاجات اللي هي فيري ارتفيشال حاجه او فيها نويز عالي قوي زي مثلا الستوك ماركت بريدكشن، ان انا عندي ديتا من الستوك ماركت الاكشوال برايس بتاعت الفاليو بتاعت الستوكس، وفي التايم انا عايز ابريدكت النكست تايم ستيب عامله ازاي؟ لقينا ان في سيستمز ثانيه احسن بكتير من نيورال نتورك. لو انا بعمل مين كلاسيفيكيشن، لو انا عندي فيتشرز كويسه جدا جدا جدا، حتى في ناس عملوا حركه لطيفه لو كملنا اقول الموضوع ده. بيترين النيورال نتورك على حاجه وبعدين ياخد اللاست لاير بس اخر لاير بس. ويعتبرها ام فيتشرز الاس بي ام. لان الاس بي ام از ا فيري جود كلاسيفاير. بس هو ما عندوش القدره انه يعمل فيتشر جنريشن. يعني لو احنا فكرنا في النيورال نتورك عباره عن كومبوزيشن من حاجتين. انا عندي فيتشر اكستراكشن بيحصل هنا وبعدين في اخر لاير ده عباره عن كلاسيفاير عادي بياخد شويه فيتشرز وبعدين يقول لي كلب ولا قطه او ياخد شويه فيتشر يقول لي سعر السهم كام. تمام؟ بس الفكره ان انا بترين ذيم توجذر جوينتلي لان انا باخد الجريدنت من هذا الربع عشان صغيره وبباكل باجيتي تو ذا ريست اوف ذا نتورك. تمام؟ فالناس عملوا ايه؟ حطوا فرق. طب انا لو احط فوق سوفت ماكس يعني هنتكلم عليها كمان شويه، بتحط كلاسيفاير من نوع معين نحط اس بي ام. ولو انا جبت نتائج احسن. فالاس بي ام از جود از ا جود كلاسيفاير. لو انا عندي الفيتشر، لو انا تعالى نفترض ان في تاسك معينه انا اقدر كبني ادم اهم كود الفيتشرز بتاعتها بشكل كويس جدا. وانا واثق من كده حطها وشغلها على اس بي ام تبقى احسن من اي حاجه ثانيه. اسومنج ان الفيتشرز اللي انا عملت لها هاند كودنج هتبقى احسن من اي فيتشر النتورك هتعملها. تمام؟ اجابه السؤال، السؤال الثاني اللي الدكتور سالته مرتبط بالديتا مايننج. هو فعلا الديتا مايننج والديب والارتفيشال انتليجنس هما يعني ولاد عم او اكشوال اخوات او هما نفس الشخص باسمين وماشيين. يعني الناس بدات تطلق اسامي كتيره على ذا سيم سيت اوف تكنولوجيز. فدلوقتي الموضوع كله يعني لما حد يتكلم على اي اي بيتكلم عني انا كمان بتاع داتا مايننج، بس انا بستخدم سب سيت اوف مودلز والناس الثانيه شغاله انذر سيت اوف مودلز، بس احنا كلنا بنعمل نفس الحاجه. طيب خلوني اتحرك عشان ما يعني ما يبقاش القعده في الحر كتير ان شاء الله والناس تسال بعد كده براحتها. انت انا ومكمل الاديوكيشن ريسورسز بصراحه اللي خلت الدنيا برضه تولع جامد الاركايف. الاركايف اتس ا ديفرنت بابليكيشن موديل. الناس اللي بتبلش بيبرز كنا بنعملها زي زمان، ده بيشتغل شغل وطلع فكره كويسه
بعد ما طلع النتائج كويسه بتاكد الشغل ده بيقولوا بعدين بعت البيبر دي مؤتمر يحصل لها ريفيو من سب اكسبرتس في المجال في الشركات او في الجامعات وبعد بتاع ست اشهر احيانا لو هي جورنال ممكن تقعد سنه ولا سنه ونص وبعدين تتنشر. دلوقتي عندنا موديل ثاني خالص معمول وفيري ديسربت يعني مختلف تماما وغير الاريا كلها. انا النهارده طلعت من الفكره رحت شغلت الموضوع وطلع كده شغال تقريبا انا ممكن اكتب صفحه ونص واحطهم على الارقام واحط اسم عليهم عبد الرحمن عامل الفكره ديت واحطهم ان جيبها في فورمات واحطها على الارقام وباخد تايم ستامب ان عبد الرحمن قال الفكره ديت يوم كذا تمام. فبقى متعرف عليه ان في الكوميونتي ان ايه الناس بتطلع الفكره ولما تتاكد ان هي شغاله كويس لو طبعا مش عايزاها يعملوها باتنت او اي اسباب من الاسباب القانونيه الثانيه بيقوم كاتبها وحاططها على الارقام. لان اللي حصل ان الناس بتكون واخده الكلام اللي انا عملته الاسبوع اللي فات انا شفت الكلام ده بنفسي كان حاره لطيفه جدا. واحد حط البيبر الصبح على الارقام تمام؟ واحد تاني خد البيبر معاه ري امبلمنتيشن وكسر الريزلتس بتاعتها بعدها بثلاث ساعات تمام؟ قام البيبر الكلام ده بجد وقام حاطط له في ريبلاي على الفيسبوك بوست بتاعه هو حاطط على الفيسبوك بصوا على الجواب بتاعتنا على الارقام قام ده راح خدت قال لا احنا عملناها بكذا كذا كذا وجاب نتائج احسن على ماشين احسن على ماشين اقل منه الكلام ده كان في يعني اخر النهار ولا بعدها بثلاث ساعات. It's going that crazy. الموضوع يعني بقى بجد ان انا رسمه. فالناس بتحط يعني اللي بيحصل ان البيبر تقول يا البيبر قديم قوي وتلاقيها فعلا لسه ما اتنشرتش رسم في المؤتمر. يعني الناس في مثلا اي سي ان ام الناس بتبعت البيبر في فبراير. فوقت ما هم بيسميت البيبر للمؤتمر بيحطوها على الدعايه في فبراير. والمؤتمر نفسه بيحصل شهر 6. فتلاقي البيبر اتحط في فبراير الناس قريتها بنت عليها وكسرت يعني انا كنت اتشيل سيرت النمبر تمام؟ الناس بنت عليها وكسرته مرتين ولا حاجه قبل ما البيبر تدوت اوفيشالي بابلش ان جون. فتلاقي الناس اللي بتتكلم في الموضوع والله يا جماعه انا لما بعت البيبر دي كانت احسن نتيجه موجوده في الكوميونتي يعني. بس في خلال الشهرين الثلاثه اللي فاتوا الناس بنوا على الشغل ده وحسنوا اكتر من كده. فده اتس كومبليتلي ديفرنت ابلكيشن موديل وناس كتيرة بتفكر ان هي ده ممكن الناس دلوقتي بتغير اصلا يعني ايه كونفرنس يعني. انا خلاص شايف البيبر من قبل كده ومش محتاج اي باسورد مش محتاج اي حاجه او ادفع اي اشتراك عشان اشتغل. فالناس بدات يعملوا حاجه اسمها الشغل سوشيال جاذرنج. خلاص احنا بنروح مؤتمر عشان نقابل بعض ونبرين ستور. طب ما تيجي بقى نفك كده من موضوع البيبرز دوت نريح دماغنا ون ايه خلاص احنا بنتعامل مع بعض نشرب قهوه كده ونتغدى ونتكلم نبرين ستور مع بعض. وفعلا اتعمل في كاليفورنيا من كام شهر كان ناجح جدا. ففي النهايه في تغيرات بتحصل في ارياز مختلفه، في ترندز بتحصل في ارياز مختلفه، والتغيرات دي كلها مع بعض كده هي اللي قلبت الدنيا، يعني مش حاجه بعينها هي اللي اثرت. طيب تعالى بقى ادخل للناس اللي ما شافتش نيويورك. حضرتك كنت بتقول بس حاجه عن يوداستي. اه كنت بقول حاجه عن يوداستي بس حاجه كويسه. يوداستي انا ليه بقول ان هي لطيفه؟ ان في الشركات الكبيره مش بس مشكلتها ان هي تحل مشاكل، مشكلتها ان هي تلاقي كاندلز. يعني دي برضه فرصه حلوه للشباب اللي عايزين يتعلموا ويشتغلوا في شركات عالميه او حتى يتعلموا بس ويعملوا شغل شركتهم هم شخصيه حتى. يوداستي لو صح واحد من الناس اللي عاملينها كان شغال في جوجل وسابها وراح بالظبط وفتح يوداستي ففي كولابريشن جامد مع جوجل يعني. ف عاملين كورس مع جوجل، انت مش عارف تدفع فلوس معينه وتخش كورس. فلو خلصت الكورس وجوجل ما ادتكش اوفر تسترد فلوسك تاني. فاللي هو ايه؟ حاجه لطيفه يعني سجلت دي يعني. طبعا يا سلام انا مستعد ادفع الفلوس وامشي الكورس، خدت اوفر من جوجل اتس اوكي يعني اتس ماني ويل انفستد يعني. لو ما خدتش اوفر من جوجل هرجع لك فلوسك تاني يعني يا بلاش. ف اتفضل. نعم؟ عرضت يو سي ام اس. يو سي ام اس؟ اه لا ما كنتش عارف الموضوع ده. بس في النهايه يمكن عشان موضوع معاك حق طبعا اكيد فور فيزا ايشوز وفور يعني ممكن يكون ليجل ايشوز يعني ملوش اي علاقه بالكواليتي في السيرش. يعني ناس كتيره جدا من طبعا الناس معاها اكيد عارفين السي او بتاع مايكروسوفت والسي او اللي ماسك جوجل الاثنين هنود يعني فملوش اي علاقه والاثنين عندهم هيفي اكسنت يعني الاثنين متربيين واخدين ديجريز بتاعتهم في بلاد وفي هند يعني. فالموضوع ملوش اي علاقه بالكواليتي في ريسيرش او كواليتي في ريسيرش.
فبس في النهايه في جريت اوبورتيونيتيز ما كانش حد يحلم بيها قبل كده. يعني مثلا حاجه ثانيه الماستر بروجرام الانتاير ماستر بروجرام بتاع جورجيا تك في كمبيوتر ساينس كله موجود بالفيديوز بتاعته على يا اما يوداسي 1 من 3 مش فاكر كتابه يوداسي. انا اتسرحت لما شفته صراحه اللي هو الكلام ده اللي هو كان خيال علمي بالنسبه لي لما كنت طالب في الجامعه. جورجيا تك واحده من التوب 10 يعني وحاطين الانتاير ماسترز بروجرام بتاعهم بالفيديوز ان فيري يعني ان اميزنج ايزلي اكسسبل واي على التليفون بتاعك تتفرج عليه اسيوم طبعا ان انت ما بتقطعش بس الدنيا شغاله كويس جدا وفيها كل المعلومات اللي اي حد كان يحلم بيها من بس 5 سنين فاتوا. طيب انا هفترض ان الناس ما تعرفش نيورال نتورك فهتكلم عليها شويه قدر الامكان لو في حد لو حد حاسس الكلام كله دوت فيري بيسك حد يشاور يقول لي ما تتكلمش عليه لو هو فيري ادفانس حد يقول لي ان هو فيري ادفانس يعني انا هعتمد عليه في الحته دي. انا الكلام ده انا هكلم من فوق مش هنزل تفاصيل تمام الكلام ده حاجات بسيطه جدا انا بس مسكت النيورال نتورك اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده تمام هو نقطه ببساطه يعني هو يعني تيك هوم مسج من الايكويشن ديت اتس جاست ماتريكس ماتريكس مولتيبليكيشن. مين هنا شاف ماتريكس ماتريكس مولتيبليكيشن قبل كده بالظبط؟ مين خد كورسات ساعه ثانيه في السرطان؟ صعب نص الكلام ده حتى هو مش فاكر يمكن نزل دلوقتي اقل من كده بس انا فاكر كنا بناخد حاجات كتيره في الماتريكس بروبرتيز ساعه ثانيه تمام. فكلام فيري بيزك بنضرب بنضرب الناس بتوع اندر جراد بتوع ثانوي عام يعرفوا الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز هي بالظبط كده. انت عندك فيكتور اللي هو بتاع الويت كل حاجه داخله النيورون ديت هي ويت فيكتور بيبص على الفيتشر ده الفيتشر دي فيكتور والويت اللي هي كل الكونكشنز اللي خارجه من كل دي داخله على النوت ديت خلي النوت دي احسن دي 1 فيكتور تاخد دوت برودكت ما بينهم هي دي الايكويشن ديت بس. فانت بالدوت برودكت على ال هو ان ذيس كيس اكشولي انا اخترت اي غلط يعني اي السم ديت هي الاي اللي هي كل الايموز يعني كل النودز مش النود ديت يعني ده المفروض هي هو دول النوتيشن بس اظن هنا في الكيس ديت كان المفروض ده انا بتكلم على ديت اللي هي فوق الجي هي ديت هي الهيدن والاي اللي بصمع على كل الايز ديت انا بصمع بس هو غير تمام فبصمع على كل الايز وكل الويتس اللي خارجه منها عشان اشوف ايه التوتال ايه بالبلد كده انا بعمل باتل ماتش. انت لو عايز تديتكت نضاره فعندك فيتشر فيها دوريات ولا مربعات ولا وات ايفر يعني ممكن في واحده من النظارات المدوره وواحده من النظارات المربعه تمام وبعدين بتبص على الصوره بتاعتي علشان تحاول تشوف الباترن اللي انت متوقعه دوت. يعني مثلا لو رجعنا للصوره ديت تمام لو انا عندي فلتر مثلا شكله جايب حاجه شبه كده مثلا ولا يعني في حاجات اشباح كده شبه عينين ولا شبه دوريات تمام لما اعمل دوت برودكت ما بين الحاجتين دول الكورليشن ما بينهم عالي بس هو ده اللي انا عايز اقوله ان انا بس مجرد بقيس الكورليشن ما بين الانبوت وما بين سم هيدن فيكتور. لو الكلام ده عالي فاديها سيجمويد يونت بالمنظر ده لو هي حاجه اكبر من الصفر او حتى يا اكبر من الصفر هتطلع حاجه فوق النص لو حاجه اقل هتبقى بالنيجاتيف الحاله تحت الرن لو هي اكبر من الصفر هتبقى بطل لو هي اقل من الصفر تبقى زيرو بس كده بس جاست فيتشر ديتكت تمام. فهي ده اللي انا عايز اقوله في السلايد في اول ثلاثه ايكويشنز هي مجرد بس بيحاول يديتكت فيتشر ويقول لو انا اكتر من ثريشولد معين في الحاله دي ثريشولد زيرو فالحاله دي بطلع بقول ان الكلام ده بواحد وفي بايس ممكن يشيفت الثريشولد تقريبا او شويه او فوق يعني ممكن نغيره نلعب بقى براحتنا في النتورك بحيث نغير مكان الثريشولد ده بس في الاخر هو ده الحدوته ان انا بحاول اديتكت فيتشر بس هم عاملينها بشكل ماثيماتيكال لان ببساطه انا محتاجه ديفرنشيت فبنحاول ننقي بيسموها اكتيفيشن فانكشنز ديفرنشال بس فطبعا هنا اسمه ديفرنشال اراوند زيرو يمكن مشكله بس في النهايه بنفترض ان هي خلاص كده عند ايه في ناس كانت بتقعد تعمل شويه سوفيستيكيتد هاندنج عند اراوند زيرو بس الموضوع بسيط اللي هو فوق عند الحته دي بواحد الحته دي بصفر وعند الصفر مش متعرف ونخلص ونكمل فديت الاكتيفيشن فانكشنز اللي هنا السوفت ماكس دي الاكتيفيشن فانكشن اللي فوق برضه بالبلدي من غير ما حد يدع اهتمامه في الموضوع ده خالص طبعا لو انتوا عايزين تذاكروا الكلام ده تفهموا الموضوع بسيط جدا بس الفكر ان هي ايه؟ ان انا عندي مثلا تعالوا نتصور ان انا عندي شويه انبوتس وبيطلع لي شويه اوتبوتس
فالاوتبوت دوت مثلا واحد منهم كان بربع مثلا والناحيه الثانيه كانت بثلاث ارباع. فانت عايز تحول ديت الى بروبابيليستيك ويف، عايز تقول الكلام ده بدل نقول ربع وثلاث ارباع او مش ربع وثلاث ارباع، سكور سكور كان ممكن يبقى فلوتنج بوينت، يعني ممكن واحده مثلا بوينت 01 والثانيه بوينت 03 مثلا. رقمين اربيتراري سمول اور لارج، ممكن المره الجايه لما تتعامل عند الاوتبوت يكون واحد منهم 10 والثاني 50، فمره بتبقى ارقام صغيره او ممكن تبقى ارقام كبيره قوي على حسب الانبوت عامل ازاي. فالناس ريحت البلاغه البسيطه، عايزين نعديها على فانكشن بتكبر بتكبر الارقام دي وفي نفس الوقت تسأله بوزيتيف، يعني حتى لو انت بتدخلها حاجه نيجاتيف اللي هيطلع منها هيبقى بوزيتيف. تمام؟ علشان الصم اللي تحته ما يضربش مع بعض، لان انت لو بتصم على حاجه ممكن بوزيتيف ونيجاتيف بيكنسلوا بعض. فهم عايزين بس فانكشن بتدخل لها بتاخد من ماينس انفينيتي وترجع لك حاجه من صفر، بتطلع حاجه بسيطه. تمام؟ بس هو ده هدف انه يحط اكسبوننشال، والهدف ان هو بيحط الصم في الاخر عشان نورماليز، عشان يطلع حاجه من صفر لواحد بس. هو ده معنى الصوت ماكس. وبما انها كلها سموث فانكشنز فالكلام ده بيحصل في الـ differentiated شغال في الارقام عادي. طيب ده الفورورد باك، انا باخد الفيتشرز وببتدي امشي بعمل في الاخر فكره الدوت برودكت ديت بتتحول في النهايه لمتريكس ماتريكس مالتيبليكيشن، اللي هو يعني حاجه بنقلع على ماتلاب، يعني بتضرب الكلام ده كلام بتقول كده تعرف توصل ماتلاب. تمام؟ بتضرب بتضرب الكام لير دول، لو انت عندك بتكتب لو انت اكسبرت بروجرامر هتعمل فور لوب حاجه في النهايه الموضوع سهل جدا، الموضوع مش مفيش اي سبيسيفيكيشن. انا بتعمد اقول كده عشان بحس ان الناس بتفتكر عشان البيج هايب ان التكنولوجي اللي جوه صعبه، لا التكنولوجي جوه سهله بس فيها كميه تريكس كتير محتاجه الناس تجرب بايديها كتير، وفي شويه ادفانسز محتاجه ادفانس الماثماتكس طبعا، بس بتكلم على الـ 80% of the cases اللي ممكن تخليك تنشر في احسن مقابلات لسنين طويله ممكن ما تحتاجش ادفانس الماثماتكس تاني. طيب بس فبتعمل بانش اوف ماتريكس ماتريكس مالتيبليكيشن، والنون لينيارتيز ديت هي عباره عن element وايز اوبريشنز برضه على الماتلاب اللي هو الناس بتكتب ماتلاب هي دوتس استريكس على اي لغه ثانيه بتتعامل معاها. لو تكتب كودا مثلا حد كتب كودا اتس ايزلي ريتن ان كيرف. تمام؟ بس الاوبجيكت فانكشن بتاعتنا خلاص احنا دلوقتي طلعنا فوق خالص وعندي شويه بروبيتيز، هعمل ايه البروبيتيز ديت؟ انا عايز اعرف قد ايه البروبيتي بتاعت الترو ليبل صح او كويسه. فده هي الكيس بتاعت الكروس انتر، ان انا مثلا لو انا مستني ان الاوت يبقى كان، فانا عايز لو انا افترضنا ان التي كي ده هي ترو ليبل تي فور ترو، يعني الكي ده هي اول الترنتيفز، فالكي ممكن تبقى كان او مثلا. فالتي لو انا عندي الصوره اللي في الامر كان، فعند في الاوت عند الحاله بتاعت الكان النقطه كانت واحد او النقطه كانت صفر. ففي الحاله ديت النقطة هتقطع كلها تطير لان هي صفر هنا فهتطير، الواحد بس يبقى موجود الواحد دوت يبقى واحد، فانت اكشولي بتاخد نيجاتيف لوب اوف ذا بريدكشن اوف ذا ترو ليبل. بس اللي هو من الاخر انت عايز تقول الترو ليبل انا بقول عليه قد ايه ان هو كويس، بس هو ده الاوبجيكت فور. اتفضل حضرتك. انا بس عايز اسال الانبوت بتاعتي ايه؟ هي جاست صوره مثلا؟ اه يبقى ليه كل النيورونز اللي تحت ليه مش واضحه؟ اه انا اسف النيورون ده سؤال مهم جدا شكرا جدا. النيورون دي هي البكسل فاليو، كل بكسل ليها نود. مش الصوره دي على انا صورت حاجه صورتيني وحاولت ابلود الكلام ده على ماتلاب هي ابلود از ماتريكس صح؟ هيبقوا كتير قوي هيبقوا كتير في فيتشرز بطلعها من الصوره واديها لل ده كان الشغل بتاع زمان، كان الناس بياخدوا فيتشرز القديمه. فدلوقتي يقول لك لا لا ما تشغلش بالك، احنا هناخد الصوره زي ما هي بس مثلا يعني بتكلم في الحالات البسيطه ان هي لو ريزولوشن، انا بفترض انت واخداني صوره وخليتيها لو ريزولوشن بقت 28 28 28 بكسل 28 بكسل ستيل كتير 700 784 يعني حاجه عدد مش صغير، بس في الاخر كل فاليو في البكسل كل بتاع ليها فاليو وهي دي الفاليو اللي بتخش هنا. فهو النود هنا يعني فاليو واحده بس عايز سيستم بروسيسنج معين عشان يقدر يهندل الكلام ده، يعني مش على تو يو سربرايز تو يو سربرايز النورمال سي بي يو النورمال ماشين هي ترين ام اس كويس اللي هي بتاعت 28 دي بجد.
اول جبل عملتها كلها سيبي. خد وقت اكتر شويه من الثاني. لو بتكلم على تاسك مثلا فيها 50,000 ما تاسك فيها الناس 60,000 داتا بوينت، وكل داتا بوينت حاجه اقل من 1000 دايمنشن في الانبوت، والنيورال نتورك مثلا فيها بتاع 1000 نيورون في كل لاير مثلا، وعندي 3 لاير. الكلام ده يترمى على المكنه على سي بي يو عادي يعني حاجه بتاع ساعه ساعتين مش مفروض بجيب. فهي حتى على سي بي يو عادي شغاله. ودي برضه حاجه مهمه، اكتر عدو ليك في الموضوع ده هو نفسك. يعني ما تتصورش ان الحاجه مش هتشتغل، ما تتصورش ان هي تقيله على المكنه. اول حاجه تجربها على المكنه بتاعتك، لما تهنج يبقى اعملها ريستارت، بس غالبا مش هتهنج. تمام؟ فالاول افترض ان الدنيا تشتغل، واشتغل على المكنه، لان غالبا في حاجات كتير قوي بتشتغل على المكنه العاديه بتاعتك. ونص روبي انت الناس لما بتعمل كودنج وتشتغل وتمشي ايها، ما حدش بيترن على الاف ولا بليونز داتا بوينتس. كل الناس انا مثلا باجي اعمل تيستنج للكود بتاعي او اشتغل فيه، بتكلم في حدود برضه كام الف داتا بوينت، حاجه صغيره يعني، حاجه من اللي هو كل الناس بتعمل ديباجنج على السي بي يو الاول. فبالتالي ان كل واحد يبقى عنده سي بي يو بس، انا عارف ان هو ليمتنج فاكتور بيج ليمتنج فاكتور كمان، بس في النهايه مش مأساوي يعني. ممكن اتجاوبها. بس هي معنى كده انها يعني لو ليها ريال ابلكيشن ما تنفعش على السي بي يو بتاعها. يعني يعني انا عايز اقول لك هقدر اخش في هذه المعلومات، لكن افرق مثلا اشخاص كتير او كلام جميل. تعال نتفق احنا هدفنا ايه. لو انا شركه عايز انزل منتج للسوق، مش هينفع. لو انا طالب عايز اخلص دكتوراه لحد اخر الدكتوراه حتى، ممكن امشي بسي بي يو في الاول وفي الاخر احتاج 1 جي بي يو بس. وارد جدا. الناس كانت في الاول بتشتغل على كارت الفيديو بتاع الصوره، فطبعا ده مش كل الناس انفيديا كومباتبل وكودا كومباتبل، لان في بعض الكود من اي تي اي مثلا فانت لازم تكتب او ان سي ال اللي هو ممكن ما يكونش ويل سبورتد في التول كيتس اللي موجوده. في بعض التول كيتس على فكره فيها سبورت في او ان سي ال، بس كودا مش شرط. لو انت بقى يعني لعيب جيمز بقى وراجل جامد في الجيمز وعندك جي تي اكس 4، انت مالكش اي حاجه، لانك ممكن تبرمج على جي تي اكس 4 تكتب عليه جيم. انا لما تلعب جيمز برمج. امازون كلاود حاطه مش عارف دي حاجه كرنتلي افيلبل فور ستودنتس عندهم. طبعا امازون عندها جي بي يو الناس ممكن تاجره، بس الفكره. وعلى فكره مره من الناس الاورجنايزرز بتاعت الميتنج دوت الشباب بتوع الايجيبشن داتا ساينس او داتا كيكس مش فاكر مين، كان مره حد حط على الفيسبوك بيج بتاعتهم ان في ستارت اب كومباني بتدي الناس مش عارف 100 ساعه فور فري. بالظبط. لو حد عارف يا ريت يبعت لبقيه الناس. انا ما دخلتش عليه بسبب انا فاكر شفت البوست، والله تصدق الناس دول بيعملوا حاجه كويسه. يعني انت ممكن تبص على الكلام ده وتبقى هو ده ال 100 ساعه دول اللي بيساعدوك انك تتعلم وتلعب على جي بي يو. بالظبط. بس لو هتشتغل على جي بي يو هيفلي كشركه بقى، لو انت عايز تفتح شركه بتاعتك ممكن تدفع شويه فلوس، ودي حاجه ثانيه عايزين نتكلم فيها. بس اتس فيري فاليد بوينتس اند ثانك يو سو ماتش فور ريزنج ات. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها اللي هي بتاعت الاوبجكت فانكشن، فدي بتاعت الكلاسيفيكيشن. عايز اعرف انا قد ايه كويس. الحاجه الثانيه لو انا مثلا عايز اعمل حاجه لها بالبورصه مثلا، او عايز ابريدكت مثلا اديني مساحه الشقه واللوكيشن بتاعها واقول لك تقريبا ايجارها كام. فانا في الاخر عايز ابريدكت الايجار دوت وابقى اراوند كوريكت بريدكشن. ولو انا بعدت عنه بنلايز مي هيفن. ففي الاخر ده زي كان كده عندي جاوسن ديستريبيوشن. هو ده الموتيفيشن بتاع النظام سكوير زيرو. ممكن حاجه ثانيه او اوبجكت فانكشن ثانيه، انا بدي البيج بيكتشر، بدي التيكو مسج بتاع كل اوبجكت فانكشن. الكلام ده يعني دراماتيكلي سيمبل، حاجه بسيطه جدا والكونسبت صوره سهله. طبعا اي حد يعرف يفاضل الكلام الجميل ده، مش ده يعني حاجات بسيطه جدا. فبنعرف نجيب الديريفتيف ليها والمايكرو جيت والسلو جيت اللي انا هتكلم عليه في الماكرو بس في السنه الجايه. ساعات الناس بقى مش هتتكبر، لا ساعات بقى معايا دوكيومنت وفي الحاله بتاعتها مين اللي ينبض بقى؟ كل كلمه هي نوت من ديت في دوكيومنت كامله. طبعا الدوكيومنت بيبقى فاليبل سايز، الناس بتقعد تعمل بانش تريكس عشان تفكس السايز بتاعه. ده اتس ا فيري ادفانس توب. اتفضل يا حبيبي. طب لو هو سبيتش
لو هو سبيتش ده برضه سؤال جامد جدا هنتكلم عليه بعد كده، هقول عليه بسرعه بس برضه في تريكس ممكن نعملها عشان نفكس السايز بتاع الويندو للديمو. في باك تريكس يعني الناس بتعمل حاجات كتير جدا عشان تفكس. اول شغل بتاع سبيتش كنا بناخد ويندو وببريدكت اللوكال اوتبوت على كل ويندو واتحرك، وبعد كده الناس بدات شغاله بريكرنت نتوركس هنتكلم عليها بعد كده علشان تهندل السيكونشال بيزنس ازاي. بس تعالوا نفترض ان انت عندك دوكيمنت وعايز تقول والله الدوكيمنت ده بتتكلم عن مثلا موضوع رياضي، وفي نفس الوقت بتتكلم عن فريق برشلونه، وفي نفس الوقت بتتكلم عن ميسي، وفي نفس الوقت بتتكلم عن اسبانيا، وفي نفس الوقت بتتكلم عن مثلا الشامبيونز ليج، يعني في كذا اوبن ممكن تحطه. الاوبنز ديت دي ار نوت ميوتشوال اكسكلوسيف، يعني مش لو واحد يبقى مش يعني مثلا كام بقط، ما هو كام يقط، لو 50% كام او لو 20% كام بيبقى 80% يقط. لكن انا ممكن لو ببريدكت حاجات مختلفه عن بعضها عشان كده بنسميها مالتيبل اندبندنت اتريبيوتس هما غير بعض خالص. انا ممكن انا بتكلم عن دوكيمنت عن ميسي بالظبط كده بالظبط كده. فده الاوبجكتيف فانكشن بتاعك، وزي ما الدكتور هنا كان هي بيسموها مالتي ليفل كلاسيفيكيشن. ليها اسامي كتيره، ليها اسامي كتيره دلوقتي مالتي تاسكينج. بس الفكره مالتي تاسكينج ساعات بيعملوها ايه؟ لو مثلا بيبريدكت تو تاسكس مالهمش علاقه ببعض ساعات، وبيتعملوا تريننج جوينتلي في نفس النتورك. اللي حتى اكتر من كده كمان اللي هو نفس التاسك، بس انا بدل ما مثلا في السبيتش بدل ما بريدكت السبيتش بريدكت السبيتش والسبيكر والستايل والباك جراوند نويز اند سو، بريدكت حاجات كتير جدا من نفس السيجنال. او حتى وانا بريدكت سبيتش ان هي يعني مش عارف التفاصيل، في ناس بتعمل حاجه اسمها ارتكولاتري فيتشرز، فممكن بعضهم ما بيبقاش ميوتشوال اكسكلوسيف، يعني ممكن يحصلوا مع بعض. ففي الحاله ديت ممكن يكون بريدكت فانكشنز كتير جدا، بس دول هم بتوع التسعينات بتوع الثمانينات، ودول شغالين زي الفل. كل البراكتيكال ابلكيشنز في كل الموبايل فونز وفي كل الابلكيشنز اللي بجد بنتعامل معاها غالبا هي الاوبجكت فانكشن في النص. طيب مش لشيء عشان هي حلوه يعني او باين وحشين، لا، لان التاسك ديت هي اكتر تاسك شغالين بيها داتا كلاسيفيكيشن. فديت بتاعت الكلاسيفيكيشن دي بتاعت البريدكشن، انا عايز ابريدكت ريل فاليو نمبر. دي غالبا مش منتشره قوي يعني، بس حاططها ان هي شبه دي بالظبط، بس جاست جنراليزيشن من ناحيه. ما هي حضرتك هي بتاعت كروس انتر ميديت، هو لو اي حد يبص على كده زي كروس انتر ميديت هي اللي هي بتصرف. في سؤال انا حالي؟ اتفضل يا حبيبي. على؟ تمام؟ شغل كويس؟ تمام. يعني تمام. سؤالين مهمين جدا. اول سؤال على حسب الشركه، يعني مثلا شركه مثلا سيري لو انا فاكر صح شغاله بس على الكلاود، يعني لو انت لوكال على الديفايس ومش متوصل بالانترنت هقول لك اسف سيري مش هتشتغل، وصل على الكمبيوتر على الانترنت. ليه كده؟ لان هو على الماشين نفسها ما بيعملش اي حاجه، هو بس بيسجل صوتك ويبعته، وفي مكنه بقى هناك على الباك اند بتاعتهم بتران كل الريكوجنيشن. تمام؟ فده سولوشن. جوجل قال لك لا، جوجل بقى عندها ار يو في سيرشرز وار يو في انجينيرز، قال لك لا لا مش هنلعب لعبه دي، هنلعب عندنا لعبه ايه؟ اوف لاين واون لاين. لو انت اوف لاين وعايز تتعامل مع الديفايس بتاعك، انا هحط لك كده موديل صغير. الموديل الصغير دوت ينفع يشتغل على الديفايسز غالبا بالكابابيلتيز اللي معانا. بس الكواليتي مش بقد كده، بس معلش تدفع الثمن ما عندكش انترنت، هنعمل ايه؟ احسن ما فيش. لو انت كونكتد بالانترنت هياخد برضه الداتا ويبعتها عنده ويعملها بروسيسنج على بيجر موديل. فهم عندهم تو سيتس اوف مودلز، يعني غالبا الشركات عندها تو مودز، اوف لاين مود واون لاين مود. لو اوف لاين الاكيورسي ما بتبقاش قد كده، بس بتبقى يعني تو فيد ريسورسز في المكنه في الماشين اللي معاك اللي انت بتقولها. وبالمناسبه التليفون اللي معانا ده هو قوي جدا، في يعني امكانيات رهيبه. يعني ما استهونش بيه خالص. هو كمان تريننج بيبقى لا لا خالص، التريننج كله عندهم، التريننج كله على الكلاود. مفيش حد جاي او يعني في الكلاستر بتاع الشركه التليفون بتاعك سليم ومصون، مفيش حد بيسحب البطاريه بتاعته.
مفيش حد بيعمل اي حاجه. هو لو بيعملوا بياخدوا منك الداتا هو اللي هم عايزينه. هم عندهم كمبيوتر وهيعملوا كده بس. انا ما اعرفش حتى اجوب، بس انا عارف ان حالات كثيره جدا بقى في عندهم تورز اوف لاين اونلاين. طيب الباكورد باس برضه ما حدش خد الموضوع، الموضوع بسيط، هي اللي تشيل الروت العاديه جدا. بعد ذات الاوتبوت انت بس عايز تجيب من الاخر كده. اتفضل يا حسين سؤالين. التاني بتاع الفاريبل سايز ده كويس يا حسن. غالبا الستاندرد اللي الناس بتشتغل فيه ان هم بيعملوا ريسايزنج للايمج على حاجه معينه. هو دلوقتي كمان فكره كونفلوشن، لما تعمل كونفلوشن نيورال نتورك انت تحررت من القيد بتاع الفيكس سايز. هنتكلم عنها حالا بعد اكشولي هي السؤال الجاي اللي بعد الجاي. تمام. ففي الحاله بتاعت الكونفلوشن نيورال نتورك انت ما عندكش بقى مشكله الفاريبل سايز خالص. تمام. انت ممكن اي دخل اي سايز انا هتعامل معاك، بس ممكن بقى الناس تعمل ريسايزنج فور كومبيوتيشنال ريزنز. لو انت بقى مديله هاي ديفينيشن ايمج وهو مش عايز كل البيكس تزداد بيقلل. تمام. طب انا هجري بس شويه وبعد كده اخد اسئله تاني. ف تمام بالظبط. ايه بالظبط على قد ما بقولش ال في الاخر ان انا عايز بقى. طب خلاص انا كل ده مفترض ان الويتس تعمل حاجه سنسيتيف، ولكن مش دايما بتعمل حاجه سنسيتيف في الاول يا رنا. فانا عايز اعمل انا عايز اغير الويتس بشكل يقلل الايرور. لو احنا افترضنا ان الراجل اللي حط الاوبجكت فانكشن ده كان عيل وحط اوبجكت فانكشن مرتبطه بالواقع، فاللي انا عايز اعمله ايه؟ ان انا عايز الايرور دوت لان هو نيجاتيف. يعني انا عايز لو انا ببص على اللوج بتاع الكوريكت كلاس وفي نيجاتيف فانا عايز اقلل الايرور ده. تمام؟ فانا عايز اقلله. طب اقلله ازاي؟ الناس بتوع الكالكولاس بيقولوا لنا خد التفاضل بتاع الفانكشن بتاعتك بالنسبه للفاريبل انت تغيره. انا اقدر اغير ايه؟ انا اقدر اغير ويتس اللي هي دبليو. فانا عايز اجيب تفاضل الايرور بالنسبه للويتس. هو ده اللي انا عايزه. لو انا قدرت اجيب التفاضل ده انا هقوم ماشي في اتجاه اللي يقلل الايرور، ان انا اغير الويتس في اتجاه اللي يقلل الايرور. زمان خالص او الناس دلوقتي فكرنا فيها بشكل عشوائي كده. لو انا عندي نتورك كبيره زي دي تمام؟ انا ممكن اعمل ازاي؟ لو الناس فاضيه انا ممكن اخد ويت ويت واحد بس واغيره بشكل اربيتري صح؟ وبعدين اروح ابص على الاوت واروح امشي جوه ذا واي فروم بوتوم اب وابص لو الاوت اداني ايرور اقل بالويت اللي انا قدرت اغيره ده اثبته زي ما هو. لو الموضوع ساق اغيره باتجاه العكس وهكذا واعمله ويت 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 بيتضايق. وبالمناسبه الناس اللي شغالين في الكوانتم كومبيوتنج عندهم مشكله ان هم ما عندهمش نفس الكمبيوتنج بتاعهم، عندهم بارادايم تاني اللي هم ممكن يستخدموه هناك. يعني انا بقول الكلام ده اتس نوت دامي، انا بقول الهدف لان الناس ممكن حتى حاجه ذات دامي يعني حاجه احنا متصورين انها غبيه او غريبه ما ينفعش استخدمها ممكن تكون مفيده لما نغير الكمبيوتنج بارادايم بتاعتنا خالص. ان هو عم بيقدر تقريبا ان هو يعمل سيرش ان راندوم سفير اراوند سيرتن بوينت. هو عنده راندوم سيرش، هو بيعمل راندوم سيرش سكواز جدا لكنه ما بيعرفش يعمل الجريدينت سيرش اللي احنا بنعمله. فممكن يكون على كمبيوتيشن انفراستراكشر تاني هيجي بعد 50 سنه اربيترالي تشينجينج ويتس هيبقى هو ده الترند. طب ما حدش يعرف. فهي هو ده في الاخر الكونسبت دي. انا رجعنا للبيسك كونسبت بتاع الديفرنشيشن اللي انا بغير حاجه وببص على الاوتبوت وبمشي في الاتجاه اللي قدامي. بدل ما اخدها بشكل برنسبل زي الديفرنشيشن هم بيعملوها بقى بشكل باي ديفينيشن بياخد اربيترالي تشينج وبعدين يتفرج عليه بيعمل ايه. تمام. احنا بنعرف نعمل كالكلاس الناس اللي بيعرفوا بنعرف نفضل الدوائر ديت كلها. وزي ما عرفنا في التشين رول ان احنا عشان اقدر اجيب التفاضل بالنسبه للويت فبفاضل الايرور بالنسبه للتوتال ايرور اللي داخله. تمام. فيبقى الايرور بالنسبه للاوتبوت واي وبعدين التفاضل بتاع الواي بالنسبه للايرور اللي داخلها. في النهايه البتاع دوت القيمه ديت كلها بالنسبه للاثنين للتو تايبس اوف اوبجكتيف فانكشنز دول اندر سيرتن كونديشنز بيقدر ان هما بيكون الديفرنس ما بين الفاليو غالبا الديفرنس ما بين البريدكتد اوتبوت والترو اوتبوت. تمام. ده جاست هابند باي تشانس حصل كده بس حاجه جميله انها تحصل. فده ايرور بالنسبه للاوتبوت بالنسبه للتوتال ايرور اللي داخلها. وبعد كده بقى خلاص انا عايز اجيب التفاضل بالنسبه للويت ديت الويت دوت. فبقول طيب انا عندي التفاضل بالنسبه للزد اللي داخل
تايمز التفاضل بتاع الزد بالنسبه للدبليو بس. وده غالبا بيكون يعني الاتش في الدبليو طلعت الزد. فببساطه لو بفضل بالنسبه للدبليو بقى بتساوي الاتش. فلو بفضل بينتهي ان هو الايرور اللي جايه لك هنا ده اللي جاي هنا في النقطه دي مضروب في التوتال في الايرور اللي كان داخلك بس. فبتلاقي ان في الاخر الباكورد باس بايت سيرف اجين اتس بانش اوف ماتريكس مالتيبليكيشن اوبريشن بس. تمام؟ الحاجه اللطيفه بقى لو انت عايز تنزل اللايرز اللي تحت بما انها بقى تشين رول فانا لازم اجيب الايرور عند النود ديت. وعشان اجيب الايرور عند النود ديت النود ديت نفسها كونتريبيوتد لنودز كتيره فوق صح؟ مش انا خدت النود دي ورماها في حاجات كتيره عملت كونتريبيوشن حاجات كتيره فوق. بما اني عملت كونتريبيوشن لناس كتيره فوق فلازم اخد يعني الكونتريبيوشن بتاع الايرورز من كل الناس اللي فوق في صم على كل الاوت. من الاخر يعني بالبلد كده النيورال نتورك از دايركتد جراف تمام كده؟ في الفورورد باس انا بصم كل الانكومينج اوت وفي الباكورد باس انا بصم اول ذا اوت جوينج اوت. لو انا طالع من هنا رايح هنا وهنا وهنا يبقى في الباكورد باس بصم اول ذا اوت جوينج اوت بصم على كل اللي خارج مني. في الفورورد باس انا بصم على كل اللي داخل ليا بس. يعني لو انت مش عايز تحفظ كل الحاجات اللي فوق دوت لو عرفت الموضوع ده تعرف تكتب الماتريكس مالتيبيكيشن بسرعه بس. وفي الاخر الكلام كله ماتريكس مالتيبيكيشن واليمنت وايز اوبريشنز يعني بصراحه 10 سطور على المعلم مش اكتر من كده بدون مبالغه. ايوه كلام كويس جدا. في ناس عملت الكلام ده من زمان جدا وفي شغل فيه على ان هو يبقى اسك وام بي جي وفي شغل في الكلام ده. كارنتلي الجي بي يوز رخيصه قوي موجوده جدا في كل حاجه بشكل مخلي الناس مستريحين قوي على الجي بي يوز تمام. بس في ترندز موجوده من نوع مايكروسوفت على شغل اللي بيعمل الكلام على الاي بي جيز لاسباب ثانيه ان احنا شاريين على الجي بي اي بي جيز كتير جدا وفي الكلاود في بعض الناس بتستخدمها في حاجات ثانيه فقالوا لي لا بنستخدمها هنا. طيب اخر بلوك انا عايز اتكلم عليه احنا قلنا عن ايه؟ فورورد باس طلعت فوق الاوبجكت فانكشن فوق وبعدين الباكورد باس تحت كده معاك الجريدينت يا جميل. هنعمل ايه بالجريدينت بعد كده بقى؟ عايزين بقى نظبط الويتس مغيره. فالايكويشنز الشهيره جدا يا عايزين نعمل جريدينت سيرف. انا عايز عندي الايرور انا عايز امشي في اتجاه اللي مينيمايز الايرور دوت فبفضل اغير الويت مره اغير شويه لو غير تاني لو غير تاني لحد ما اوصل للمنيو. بس اللي بيحصل في حاله بقى حاجه ثانيه خالص عارف؟ لو انا عندي الايرور عامل كده فبيسموه اوفر شوتنج. لو انا الويت الدلتا بتاعتي كبيره السكيل بتاعها كبير فبدل ما انزل هنا انا عملت اوفر شوت ونطيت في ناحيات وبعدين من هنا انط هنا وبعدين من هنا انط هنا انزل. فالزجزاجنج ده مش لطيف. فالناس استخدموا المومنتم علشان يقلل الزجزاجنج. هو من الاخر بتكنسل اوت الحاجات اللي فاتت. لو انت حاجه انت عارف تعرف من الاخر هو يعني بيسموها اتس كامبل فلتر يعني من الاخر ان انت بتحتفظ بحاجه من اللي فات معاك وانت ماشي. انا برضه مش عايز تفصيل تاني الموضوع بسيط. هو حاجه يعني بسيطه جدا مجرد هو بس بيصم اللي بيحط معاه الهيستوريكال انفورميشن بتاعت الجريدنت وهو ماشي تمام. وبيبقى عنده دي حاجه لسه بقولها بعتذر في الدلتا اي اللي هو الجريدنت بيضربه في رقم سحري كده اسمه الليرنينج ريت. لو في 1 فاريبل انا بقول لكم اهو عشان ما تقولوش انا ما وصلتوش. لو في فاريبل وحيد تاخد بالك منه في النيورال نتورك لا تريننج هو هذا الفاريبل الايه العظيم. الفاريبل دوت لو انت عملت له سيتنج غلط ممكن يحسسك ان الدنيا مش شغاله خالص. مع انك لو غيرته ممكن الدنيا تشتغل كويس جدا. فايه بقى اللي هي الرول اوف ثامب اللي بنعملها؟ لان احنا بنعمل ابلكيشن جديد ما نعرفش المفروض احط الليرنينج ده والستيب سايز. يعني انا معايا السكيل ده كله احط مثلا بوينت واحد منه ولا بوينت اثنين منه ولا بوينت واحد منه ما اعرفش. فدي مشكلة كبيرة، فعلا مشكلة كبيرة وما عندناش أي بما إننا بقى عشان قلنا في الأول ما عندناش سيري فما عندناش أي انتويشن المفروض الرقم ده بقى إيه. رول ثم وأنت بتران الإكسبيرمنت ما دونت ران نيفر ران وان إكسبيرمنت ران فايف إكسبيرمنتس وتغير السكيل بتاع ثبت كل حاجة تانية وغير السكيل بس بتاع الليرنينج ريت ده. خليه مرة بوينت 1 مرة بوينت 01 مرة بوينت 001 مرة بوينت 001 حتى ما تعرف السكيل اللي هو بيتكلم فيه، يعني السكيل المظبوط بتاع التاسك دي تمام؟ بس فدي مثلا تريك ممكن تبقى فيري تريفيال
بس ما تتخيلش قد ايه يعني ايه ممكن تأذي شعور ريسيرشرز كتير، زي ممكن تقفل يعني تمنعك انك تزهق ما تقومش هكمل في الموضوع ده لمجرد انك بس تعمل سكيب ليرنينج للغرض. تمام؟ وده المومنتم، ده اللي هو بياخد قد ايه من اللي فات وهو ماشي على جانب. ده في النهايه لازم تحطه في حاجه زي بوينت 8 او بوينت 9 وتمشي عليه كويس يعني ما بيقلقش منه كتير، بس هو الليرنينج ريت ده هو اللي بيبقى نقص شويه. وفي بانش اوف اذر تريكس، الليرنينج ريت ده في الاول بحطه برقم وبعد كده ساعات بصغره شويه علشان اقدر اوصل للمينيموم بجد. يمكن في الاول ممكن ابقى اجريسيف شويه، انا ماشي في ورا الجريدينت وبعد كده بعملها النيلينج. في بانش اوف اتس اكشلي ليترالي باد تريكس يعني. ودي بس ده الحاجه الثانيه برضه، انا بحاول اركز على التليفون مسجز. عمرك ما تقرا كورس او تبص على كود عايز تقول انك تعرفه، شغله بايدك 10 مرات واقعد العب في البرامج وجرب تست جديده وغير الانبوتس، العب بايدك علشان ذا هول يعني زي ما انتم شايفين مفيش تريفاين ماثماتكس ورا الكلام اللي بقوله. اتس اول اباوت اكسبيرينس ليترالي. اخر بيبر نشرناها انا رنيت 1000 اكسبيرمنت عشان نطلع الكونسيستنت باترن اللي بيطلع ده كويس. تمام؟ مش محتاج ترن 1000 اكسبيرمنت في الحاله العاديه، لان يعني كان المود بتاعنا كان فيري سوفيستيكيتد في تاسك عمرنا ما كنا بنبص عليها قبل كده ولا حد غيرنا بص عليها. فما كانش عندي اي جايدنج برنسبلز ان انا اسيت البارامترز ازاي. بس الطبيعي ان حياتك بتبقى مثلا 10 اكسبيرمنت 20 اكسبيرمنت. لو انت بتلعب حاجه معروفه خد النيورال نتورك اركتكشر وخد الانبوت وابدا العب لعبه مع نفسك، ما تبصش على الهايبر بارامترز. تمام؟ ساعات لما مثلا بتنزل كود من على النت بينزل لك بالهايبر بارامترز بتاعته، بالليرنينج ريت بتاعه، بالنمبر اوف هيد نيورونز، بالنمبر اوف هيد لايرز، كل حاجه. ممكن تاخد النمبر اوف هيد لايرز بتاعته والنمبر اوف هيد نيورونز وقول ما تبصش على الليرنينج ريت. واقعد ران اكسبيرمنت، واقعد بنفسك كده واقعد ران مثلا 10 اكسبيرمنت وشوف هتعرف توصل لكومباريتيف بيرفورمانس زيهم ولا لا؟ وايه هو الليرنينج ريت بتاعه؟ بالمناسبه ذير از نو كوريكت سولوشن. ممكن توصل ليرنينج ريت غيرهم خالص، بس اتس ا فيري جود اكسبيرينس انك تدرب نفسك على حاجه كانت بتخبي الحل وتحط حل بنفسك. انا بس شايف ان هي دي المشكله اللي ممكن تخلي يعني ناس كتير تبعد عن الفيلد، فهي الترايل ايرور يعني. ممكن زي ما حضرتك تقول البارامتر يتغير يبوظ الدنيا خالص. هل هو الموضوع بقى بيعتمد على الحظ يعني؟ هي مش على الحظ، اتس اباوت هارد ورك بقى اللي هو ايه؟ يعني نوع بقى. انا حتى كنت بضحك مع واحد زمان كان بيسميها الديب بليف نتورك، اللي هو وات از ذا بليف اوف ذا نتورك اباوت ذا انبوت. تمام؟ فانا اي واز جوكينج ان ون اوف ذا توكس يعني بقول لهم ايه؟ اتس نوت ذا بليف اوف ذا نتورك، اتس ذا بليف اوف ذا ريسيرشر ذا نتورك ويل ورك. تمام؟ انك مصدق نفسك انها هتشتغل فبتقعد تران 10 ولا 1000 اكسبيرمنت. زمان لو انا رنيت اكسبيرمنت شغلت اكسبيرمنت ولا اثنين وما اشتغلتش قول شكرا ان السيستم مش شغال. لا دلوقتي انا مصدق انها تشتغل وهفضل ورا لحد ما اشتغل. تمام؟ وده معاك 100% معاك حق. الموتيفيشن مفيش ماثيماتيكال بروس، انا ممكن يجي لي حال ان هي هشتغل مليون مره ومش هشتغل. بالظبط بالظبط معاك حق، بس ممكن ودي مشكله. عشان كده في بقى بانش اوف تريكس، ومش بس تريكس، في ماثيماتيكال تكنيكس جود ديفلوب ان انت ازاي تعمل سيرش على البرامتر. في ناس بقى بتحط انذر موديل بقى يعني خليني اذي شعورك اكتر، بيحطوا نيورال نتورك علشان تتيون البارامتر بتاعت النيورال نتورك الاولانيه. تمام؟ فبيحطوا بقى جاوسيوم براير على الاول، اسف بيزيوم براير بيرموا بيزيوم نيورال نتورك على الاول عشان يقدر يبريدكت اللاند سكيب البروبابيلتي بتاعت اللاند سكيب وفايبر برامتر. هو في الاول بيضم حاجه اسمها جاوسيوم بروسس، ان هو كان عندك ماشينري بتشغل نيورال نتورك، والماشينر دي بتقعد تراي مالتيبل هايبر بارامتر كونفجريشن وهي بتسيرش لوحدها. اسيومنج ان عندك التاسك بتاعك مش عنيفه وعندك كومبيتيشنال ريسورس كبيره. فحتى كان بيتريقوا يقول لك ايه؟ اتس ا بي اتش دي ستودنت ان ا بوكس. تمام؟ ان انت بدل ما تجيب واحد ريسيرشر يقعد يجرب بايده، انا عندي ماشين ليرننج تكنيك هو اللي بيجرب بنفسه اند از ميكينج سنس اوف ديسيجن. وعشان في البيبر بتاعتهم جابوا بانش اوف ستيت اوف ذا ارت سيستمز، جابوا سيستم شغال كويس جدا احسن حاجه في الماركت، بس كانت تيست صغيره، وشغلوا الهايبر بارامتر اوبتمايزر بتاعهم وجابوا لقوا ان في كونفجريشن كان الناس دي ما لقوهوش بيطلع نتائج احسن. وده والشركه دي عملوا شركه وراها وتويتر اشتريت فيها.
بس في الحاله دي فين الارض في الموضوع؟ يعني ايه اللي يفرق الاسيشوال سمارت عن واحد تاني معروف مثلا؟ هي سؤال هي او المعادلات دي زي ما حضرتك قلت هي كلها كام خط في المسافه؟ انا مش متخيل كده وهم غالبا مكتوبين بوكس بيقول لي عاوز كام نود وكام ليه بالظبط؟ فين الانوفيشن؟ فين الانوفيشن؟ بس هل ممكن نقول كده ان الليكتشر بتاعك هو تمام انا بس ممكن طيب هجاوب على السؤال ده اكيد انا حاطه في الاخر هجاوب على السؤال ده اكيد انا اديني بس 5 دقايق كمان ان في حته انا هزور عليهم لان اكيد في ناس كتير قوي تمام انا بس اقول حاجتين لان الناس بتسال عليهم دول حاجتين الناس غالبا بتسال فيهم وسؤال بيتسال فكره الكونفلوشن لو انت عندك فاريبل سايز الافتراض لو انا غمضت عليا تعالى نشوف الفيتنج اكزامبل الاول لو انا واقف هنا وانت صورت خدت صوره كبيره كده وعرفت بالليل ان في بني ادم في الصوره دي الفيس ديتكتور اللي بيتم في فيسبوك مثلا انا صورتي ممكن يبقى الفيس هنا وممكن اكون واقف هنا عشان يبقى الفيس هنا صح؟ فلو احنا الشغل القديم بتاع النيورال نتورك الفيد فورورد نيورال نتورك بتاخد ويف على الانبوت كله بدخل ايمج على بعضها الفيتشر بتبقى مركزه ان الوش هيطلع هنا او هنا او هنا تمام؟ فلو انا غيرت مكاني في الصوره انت محتاج فيتشر جديده تمام فالاسامبشن اسف السولوشن بتاعها كان ايه؟ تعالوا نفترض ان واحد مغمض عينه وقاعد بيحسس على الانبوت اللي داخله علشان يشوف ايه فين هو ده بالظبط الموتيفيشن بتاع الكونفلوشن انا عندي ويت لوكال ويت مش بيبص على الانبوت كلها بيبص على حته صغيره قوي وكانه بيحسس على الصوره كده بمسك الويت ده وابلايت عند الحته اللي فوق بعدين اللي جنبها بعدين اللي جنبها بعدين انزل تحت واللي جنبها واللي جنبها وهكذا 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 بابلايت ايفري وير وممكن يكون الويت ده باي اتسيلف اتس جاست ا فيس ديتكتور اور ان ايدج ديتكتور فبدور عليه في كل حته في الصوره فمش فارق معايا هو فين انا فارق معايا انه موجود وخلاص تمام مشكله دوت ايه بقى؟ ان زمان كنت بطلع زمان كان الاوتبوت بيطلع لي ماتريكس اللي هو تطلع تنزل اللي هو 3 دايمنشنال ماتريكس فور ذا سيف تايم اجين كل حاجه اتكلمنا عليها قبل كده 2 دايمنشنال بقت 3 دايمنشنال ونفس الماثماتكس اون لاين مفيش اي تغيرات في الماتريكس تمام عشان كده بنقول اسمها تنزل بلوت بتاع جوجل هي تنزل جاست بلوت ايفري ثينج از ناو تنزل فبقى عندي بدل ما عندي فيتشر فيكتور في الهيدن بقى عندي فيتشر تنزل من الاخر تاني الموضوع بيرسل وبعد كده بما اني انا بسيرش على الايمج على الوش على الفيس في الايمج بقى عندي مجموعه من السلايسز كل سلايس مرتبطه بفيتشر معينه الاكزيستنس او ابسنس اوف سيرتن فيتشر فلو خدنا ده مثلا سلايس اوف ديستنس يعني سلايس كده او عرض كده داخل في السطوره بنلاقي حاجه اسمها كولينج بعد كده الكولينج ده بس بيبص على ريجن هنا بيقول لك انا عايز اخد الماكسيمم من نوبلز ماكس بولينج بس هاخد الافرج هاخد الافرج بتوعه ايه لازمه الكلام ده؟ ان لو انا واقف هنا او واقف شويه جنب كده او واقف شويه كده لو انت بتاخد ماكس على بعض الفيتشر انت مش فارق معاك انا واقف هنا ولا هنا ولا هنا از لونج از يو جاست جوت مي تمام؟ فالماكس بولينج دوت بينشور الايه انفارينس تو انبوت شيفتس لو انا بس بغير في الانبوت بتحرك في الانبوت كده شويه بيعمل انفارينس في تو باز ووردز انا حطيتهم هنا فيجنت وريزنس اللي اي حد بيلعب في نيورال نتورك دول هم الستاندرد في الاندستري دلوقتي هم من الاخر واحده منهم بتجو فيري فيري ديب بفلتر سايز اللي هو حجم الويت ده بدل ما كان 3 في 3 مثلا او اسف بدل ما كان 8 في 8 بقى 3 في 3 وبتطلع فيري ديب التغير الثاني الريزنس ان انت بدل ما كان عندك نيورال نتورك مالتيبل لايرز بقى كمان بتضيف سكيب كونكشن هو ده ان النوت شيل يعني هم دول التغيرات اللي بتحصل في الجي جي وريزنت. طيب دوت في حاله الصور، طيب لو انا بتعامل مع سيكونس حاجه في حاجه فيها سيكونشال ديبندنس زي سبيتش زي تكست زي جين سيكونس زي هيستوريكال داتا مثلا بتاع ستوكس اند سو هنتعامل مع الكلام ده ازاي؟ اول احنا هنتعامل مع كل انبوت ات ايتش تايم ستيب وبما ان الكلام ده فيه سيكونشال ديبندنسي تعالى نوصل هيد يونتس مع بعض ونحط هيد تو هيد كونكشنز. هنس ذا نيم ريكارد. انا اسف مسكت الموضوع بتاع زمان
كلمه كونفلوشن كلنا طبعا شفنا كونفلوشن سنه بروسيسنج هو ببساطه بتاخد فلتر وان ابلايت ايفريوير هو بالظبط نفس الكلام تمام انت بتاخد فلتر وتابلايت ايفريوير بس الناس المره دي ما بتقعدش تقلب البتاع وتمشي بالعكس والكلام ده في الاخر كله اتس ليرن الفلتر فمش فارق حطيته بالعادي لو حطيته بالعكس هيتعلمه بالنيجاتيف ساين مش فارق كتير فبنحطه زي ما هو تمام الكيرنت او الريكرنت نفس الكلام موضوع بسيط جدا ذا سيم ماثماتكس نفس الكلام بتاع الدايركت جراف لو انت عندك نودز داخل عليها اروز بتصم في الباك نود بتصم على كل الاوت جوينج نودز بس المره دي بدل ما بتطلع في الحاله بتاعت 1 1 الايمبوت بتاعك صوره تطلع كارب ولا قطه لا المره دي بقى بيدخل لك يا اما الايمبوت سيكونس يا اما الاوت هو السيكونس يا اما الاثنين سيكونس الايمبوت سيكونس والاوت سيكونس تمام هنس ان ايفري كارت ان انت بتحاول توصل هي النيورونز مع بعضها طب خلينا نقول شويه ابلكيشنز الكلام ده انا اسف الصوره اللي فاتت دي انا واخدها من كورس لطيف جدا من ستانفورد اللي هو بتاع سي اس 231 ده كورس كويس جدا اتس ا فيري جود انتروداكتري كورس يعني انا ما بصيتش فيه بنفسي جامد بس الناس اللي ماسكين الكورس ده شاطرين قوي فمتاكد ان هم بيعملوا شغل كويس فيه انا واخد الصوره دي من نوع اللي هو بصراحه كان فيري كارب فيري نايس يعني الصوره دي برضه متعرضه لهم الابلكيشنز اللي هو ممكن تفكر فيها هنا مثلا ده النيورال نتورك العاديه اللي كانت من شويه ديت الوان تو مين يعني مثلا عندك ايمج بيطلع لك منها فيتشر وبعدين عايز تطلع ديسكربشن الايمج ديت تخلص تاخد الايمج والاوت بتاعك شويه كلمات مثلا مثلا اكيد بلاين ان ذا بلاي جراوند اي حاجه تمام فعندك صوره فيكسد ايمج بس بتطلع منها سيكونس الحاله دي مثلا زي السنتمنت اناليسيس بتدخل لي سنتمنت اناليسيس اللي هي فكره انك بتديني مثلا موفي ريفيو انا بشوف فيلم مثلا وبعدك والله الفيلم ده او مثلا رحت اشتريت حاجه من محل وطالع اشتم في المحل ده وطالع امدح في المحل ده فاشتم في المحل بديله ثامس داون بمدح في المحل بديله ثامس اب هو ده الهدف بيمسك الريفيو بتاعتي اللي انا كتبتها عن المحل او عن الكتاب او عن السيرفيس وبحاول ابريدكت هي كويسه ولا مش فانت عندك السيكونس الام السيكونس اوف ووردز او سيكونس اوف سنتنسز او سيكونس اوف كاركترز اتس سيكونس اوف سام سورت والاوت وان اوت الحاله الثانيه دي بقى اللي كانت الناس بتفضل المشروع شغاله تحت ماشين ترانسليشن بتدخله لانجوج من هنا تطلع له لانجوج من الناحيه الثانيه وعندك نيورال نتورك في النص الموضوع صعب بيبقى ليه في بيتس سكيل في مالتيبل لايرز وفي حاجه اسمها اتنشن في النهايه برضه ذا سيم ماثماتكس ذا سيم ايفري ثينج بس بانش تريكس علشان تبقى بيتر سوتس ذا تاسك عشان تبقى تناسب اكتر التاسك بس في النهايه المين موتيفيشن ان انت عندك ميني تو ميني شويه سيكوال انبوتس هنا وتحاول تسمرايز ديمو وبعد كده بعد ما تسمرايز كل الانبوت تحاول تبريدكت اوت لان في بعض اللانجوج مثلا الاوردرنج بتاع الوردز مختلف اند سو بس في بعض التاستس الثانيه لا ده في كومبليت الاينمنت سبيتش ريكوجنيشن ان انا عندي كل حته بتكلم بتقول ان هنا بتقول الكلمه دي هنا بتقول الكلمه دي هنا بتقول الكلمه دي اند سو في كومبليت الاينمنت ما بين السيكونس اوف فيتشرز اللي هنلاقي اللي هو الصوت ده بتكلمه وي سيكونس اوف اوتس اللي هي الوردز اللي بتكلم فيها كل الكلام ده ريكرن وكل خلاص احنا كده تحررنا من فكره الفيكسد سايز فيكسد لينث سيكونس مشكلة بقى الكلام ده بتبقى كومبيتيشن ازاي بقى تحط الكلام ده مع بعض وتخليه يبقى سريع على الماشينز وبرضه لو انت بتستخدم اي اوف تول كيتس كل الكلام ده بيبقى موجود لك فور فري الكلام ده كان بيطلع لنا فيه قبل كده الكلام ده بجد دلوقتي يو كان هاف اكسس تو ات ان ليترلي 10 مينتس طيب بسرعه جدا انا اسمع عشان انا فاهم خلاص يعني هو ثانك يو وهي ثانك يو بقى رقم لان في شويه حاجات انا متوقع الناس تسال فيها فانا بس بريمت الاسئله ربنا يوريك ف ازاي الاطفال بتعلم تلعب كوره تمام تعال نفكر في ثلاث اساليب واحده منهم لو الطفل بيلعب كوره هو بنازل يلعب وكل حركه رجل هو بيتحركها في مدرب بيقول له انت حركتها صح ولا غلط طبعا هل الكلام ده لوجيكال ولا لا ما اعرفش بس هل ممكن الطفل يتعلم كوره كده خلاص اجيب كوتش يقول له على كل حركه بيتحرك انت حركتها صح ولا غلط لو في يبقى هو ده اللي احنا بنسميه سوبرفايز ليرنينج انت عندك كوتش عندك تيتشر على كل انبوت بيقول لك هو حلو ولا وحش تمام وارد ان في كوتش يدي سام كومنتس او حركه او حركتين والطفل بيلعب كوره بس مش طبيعي ان يفضل قاعد وكل حركه رجل بيقول له دي كويسه ولا وحشه تمام لكن ممكن مثلا طريقه ثانيه اتفضل عليها كوره مثلا ان انت انسوبرفايز ليرنينج ان
الطفل مثلا يقعد يتفرج على ماتشات الكوره كده شويه من بره من غير ما يتفرج ما يقعدش خالص، ويقدر ان هو يعرف الناس بتلعب ازاي ويتعلم هو او هي ان هم يلعبوا بنفسهم. وده اللي بنسميه انسر بيز ليرنينج، ان انت باي واتشنج باي جاست اوبزرفنج داتا انك تقدر انك تتعلم الانترستنج باترنز، ومش بس تتعلم الانترستنج باترنز تو بي ايبل تو جينيريت ذم. عشان كده في دي الجنرال مودز الناس شغاله فيها دلوقتي، انك تقدر لو في المثال بتاع الاطفال بتاعك بتاع كوره ازاي تتفرج على ماتشات كوره وتقدر بس من الفرجه انك تلعب كوره تاني. هل ده اللي بيحصل؟ لا معرفش، بس اكيد الناس اللي بتلعب كوره وبتعرف تلعب كوره اكيد بتتفرج عليهم وبتتعلم منهم. التالت هو reinforcement learning، اللي هو فكره ايه بقى؟ ان في كوتش اخر النهار بعد اخر التريننج سيشن يقول للطفل او اللعيب يقول له والله انت النهارده عملت كويس والنهارده انت عملت وحش. بس فهو ما بيقولوش على كل حركه هو عامل ازاي، بس بيقول له حاجه كده عامه، انت النهارده لعبت كويس او انت النص الاولاني النهارده كنت كويس بس بعد كده لعبت جدا ما لعبتش كويس. بيديله فيج كوماند. فهم دول الثلاثه 3 مودز اوف ليرنينج. يعني هنا مثلا الايجنت هو بيحاول يماكسمايز الاكسبكتد اوفر ريتيرن. يعني لو انا بلعب كوره الطفل يقول انا عايز كل مره العب مع الكوتش يقول انت كويس. هو ما يعرفش هو بيعمل ايه بالظبط، بس انا هدفي ان الكوتش يقول انت شاطر. تمام؟ ان انا ساعات باخد حاجات فيري ديديكيتد كومنت. يعني انا بتعلم اللغه بابا او ماما يقول لي دي اسمها ازازه، فانا خدت كومنت فيري سبيسيفيك على اوبجكت، بس في نفس الوقت بشوف ناس حواليا بيتكلموا بتعلم من الاوبزرفيشن اللي هو الانسر باز ليرنينج. وساعات بعمل حاجه غلط، لو انا طفل صغير بابا يقول لي ايه او ماما تقول لي لا ده كده غلط ما تعملش كده تاني كده، ده ممكن تكون نص ساعه انا قاعدها بخرب في الصالون مثلا. تمام؟ وقال لي ما تعملش كده تاني، بس فانا هبص على اللي انا عملته في النص ساعه اللي فاتت واحاول اشوف اللي انا عملته كان غلط. الثري ايريز دول هم الثري ميجر ريسيرش ايريز اللي الناس شغاله فيهم دلوقتي. كل اللي انا اتكلمت عليها دي كده كان ليها علاقه بالسوبر فايز ليرنينج. سم اوف ذا تشالنجز اللي قابلنا ازاي نروح في الانسر فايز وريفورت ليرنينج. الدي ليرنينج تشالنجز زي ما قلنا قبل كده الانتربريتابيلتي، مفيش اي جرانتيز، مفيش كومبيتيشن كوست عاليه. الفولينج نتورك دي حاجه لطيفه الناس اكتشفوها من شويه قريب، يعني ان انت لو انت بتبص لها الازاز بيقول لك اه دي ازازه، لو انت صور يعني مجرد غيرت ضف تايني بيت نويز احنا كبني ادمين ما بنشوفهاش وبعدين دخلتها على النيورال نتورك هتقول لك ان ديت مثلا عربيه او طياره هليكوبتر اي حاجه ثانيه مالهاش علاقه بالازازه. تمام؟ فالنيورال نتورك كان بيزلي فود يعني، فدي برضه تشالنج الناس شغاله فيها. الاي اي ان جنرال ليهم تشالنجز زي ما قلنا الانسر بايز وريفورس ليرنينج از وايد اوبن ريسيرش ارياز. حاجات ثانيه مرتبطه بالجنراليزيشن باسنج ايفنتس زي ما قلنا قبل كده، ده بيج ترند في الارتفيشال انتليجنس. حاجه ثانيه انت ازاي اكواير نولج فروم انفايرمنت، انا قاعد ماشي كده في حياتي بقدر اتعلم زي بني ادمين من انفايرمنت. الحاجه الثانيه خطيره جدا هي فكره البرايفسي، ازاي تقدر تبيلد موديل تيكينج برايفسي انتو اكونت، اتس وايد اوبن ريسيرش الناس شغاله فيه دلوقتي. الحاجه الثالثه هي بقى دي بقى الاكثر حاجه خالص، فكره ان انا اتحول من السيكونس ترانزاكشن زي مثلا سبيتش كوجنيشن او مشين ترانزليشن هي مجرد سيكونس وسيكونس او انبوت واوتبوت، ان انا اتحول ان انا ريلي اندرستاند ذا سيمانتكس اوف ذا انبوت. ودي حاجه صعبه جدا. وشكرا جدا على استماعكم وعلى الانوفيشن دلوقتي في حته كبيره، ودي حاجه انا شايف ان احنا عندنا جولد ماين. يعني لو احنا هنبص نص كوبايه مليان او ربع كوبايه مليان او الشطه اللي في كوبايه، ان احنا في مكان ما فيش حد فيه بيعمل ريسيرش على الانفايرمنت بتاعتنا. الانوفيشن بيحصل في دلوقتي في انوفيشن كبير جدا في الابلكيشن. يعني لو انا عندي ابلكيشن جديد دي بتبقى حاجة مهمة جدا، واحنا عندنا جولد ماين، عندنا مجتمع بتقرر بدول كاملة محدش لمسها أساسا، فعندنا يعني لوكال بروبلمز كتيرة جدا. يعني مثلا عارف بفكر فيها فكرة الدروب أوت ريتس بتاعت الستودنتس المدارس، لو الدروب أوت ريتس يعني الأطفال في العشوائيات اللي بيسيبوا المدرسة، لو حد يقدر يلم ديتا
او بيعمل دكتوراه بالتعاون مع حد مثلا من قسم علم اجتماع او معرفش ايه يعني كليه ثانيه مثلا، حد بيلم داتا معينه ويحاول somehow given البروفايل بتاع طفل معين نعرف البروبابيلتي ان الطفل ده دروب داوت ولا لا. اتس ان اميزنج ابلكيشن يعني you can easily get the news تمام بابلكيشن زي ده. ودي حاجه ممكن تكون يعني فيري سبيسيفيك للمجتمع بتاعنا تمام. يعني هو برضه كان عندك نفس السؤال بصراحه اللي هو اللي حضرتك قلته كله ان التولز موجوده وفي لاينز اوف كود ممكن يطلعوا لنا موضوع. فهي القصه كلها النهارده يعني لمعظم الاودينس الابلكيشن دي بقى ده لعبه يعني معلش ما هو في الاخر يعني احنا مش هنعملها كل حاجه لان شغلك الجبر كمان. فالكود موجود الداتا موجوده البيبرز موجوده التاسك بس بتاعت الريسيرش ان هو يعني ده ترند ان انت تدور على الابلكيشن مهم وتجيب الداتا بتاعته لو ما كانتش موجوده وتطبقها. اللطيف ايه بقى؟ انك مثلا يعني مثلا الابلكيشن بتاع الدكتور سماح مثلا الابلكيشن بتاعك كان فيري ايرلي اللي هو الشغل بتاع ترانسبورتيشن سيستمز تمام؟ ده ابلكيشن خطير ومهم ويمس حياه كل بني ادم، طبعا يمس حياه كل بني ادم، الطريق بتتحرك بره البيت تمام؟ بس الابلكيشن ده لو انت رحت فيه هتضطر تغير السيستمز اللي انت شغال فيه. لان مش هتعرف تاخد الحاجات اوت اوف بوكس زي ما هي وتضطر. لان كل سيستم له خصوصيات يعني مثلا الترانسبورتيشن سيستم في حاجات انا اعرف نستخدمها في حاجات موجوده قبل كده بس في حاجات كتير محتاجه تتغير. فهتلاقي نفسك لما بتاخد ابلكيشن جديد انت مش بس بتغير الابلكيشن هتضطر تغير الاركتكشر واوقات كتير هتضطر تغير الاوبجيكتيف فانكشن كمان تمام. فهتلاقي ان الانوفيشن نظام ان هو بيبدا من الابلكيشن وبعدين نفسك بتبدا تغير. ناس ثانيه مثلا زي جيف هينتون لا هو ما بيفكرش في الابلكيشن فبيقول لك انا ببص على النيورال نتورك از ماي يعني ايه ماي مين انترست وبقعد افكر ازاي اضيف للنيورال نتورك نيو ابيلتيز. يعني مثلا الناس بتوع الريكارد نيورال نتورك بيقول لك ان في فانشنج جريدينت ان انا لو بمشي كتير كتير في التايم ستيبس بنسى اللي فات. فتلاقي ناس شغاله ازاي احط ميموري في النتورك. فهو الانوفيشن بتاعه ملوش اتس ابلكيشن اندبندنت هو مركز ازاي يزود المسلز بتاعت النتورك. فده اتجاه تاني وده سهل برضه مش صعب. بس هي الفكره ان الموتيفيتنج بروبلم غالبا هي يعني ده يعني اللي شايفه بيحصل كتير ان دايما في ابلكيشن والابلكيشن ده بيظهر لك ضعف في النتورك. يعني مثلا عندك سيكونس طويل جدا اظهر لك ضعف في النتورك ان هي بتنزل فاضطريت تغير حاجه عشان تضيف مصل تضيف عضله جديده للنتورك عشان تقدر تساتسفاي الابلكيشن بتاعك. بس هي يعني الناس بتبدا بالابلكيشن بتبدا من الالجوريثم من النيورال نتورك. الحاجه الثالثه اللي بشوفها كتير فكره الداتا افشنسي برضه دي حاجه مهمه جدا في الانوفيشن. لو انت قدرت تعمل تغيير سيمبل تريفيال او سوفيستيكيتد مش فارق يعني الدروب اوت دي حاجه مشهوره جدا في النيورال نتورك دلوقتي وناس كتير عاملين ريفرنس للالجوريثم دوت جيف نتورك اللي عامله. انا عايز اقول لك الالجوريثم خلينا نقول الالجوريثم عشان الغاز يعني بيتعمل امبلمنتيشن مش في سطر كامل حتى من يكون في نص سطر تمام. فالموضوع مش شرط سوفيستيكيتد ولكن الفكره نفسها لما بتتعمل بتساعدك انك تترين على داتا اقل. لو ما عندكش داتا كتير ينفع توصل لنفس البرفورمانس بتاع داتا كتير يعني ما عندكش داتا كتير بتعرف تماشي البرفورمانس بداتا اقل. فبرضه في انوفيشن لو بتقدر تعمل حاجه تو بي داتا افيشنت لان معظم الناس مش بس حتى التايكونز مش دايما عندهم داتا كتير في كل الاريا في بعض يعني مثلا مايكروسوفت كل الكاستمرز بتوعنا هناك اللي هم الفورتشن 500 الشركات الكبيره والشركات دي بقى لو واحد وقف على ايده مش هتخليك اصلا تاخد الداتا بتاعتهم بره البيلدنج بتاعك. اقول لك اديني الجهاز بالموديل بتاعك بكل حاجه احطها عندي ومفيش مخلوق يخش تمام. فانت ازاي تقدر تتعامل بما عندك مثلا 1000 داتا بوينت وتعرف تجنرالايز وتتعلم وانت مش شايف بقيه الداتا اللي هتجيلك وعمرك ما هتشوف الموديل اللي انت بعته ده عمرك ما هتشوفه بعد كده تمام. ازاي تقدر تعمل شغل في السيت اب زي ده سيت اب مهم جدا. فغالبا بحس ان انت موتيفيتد باي ذا سيركمستانسز يعني الانفايرمنت اللي بتفورس الانوفيشن في الاتجاهات الثلاثه. صح اتفضل. سايت اللي هو اركايف هو عندي اركايف هو فكره
على تايب او مش حاجة مش بتطلع عليه ايديا. هو انت حاجة بتكتب بيبر يعني حاجة بتبعتها على اي كونفرنس باي فورمات بتاعت اي كونفرنس وبعدين بتقول يا جماعه يا عالم ادي بيبر انا عملتها. الفكره ان غالبا مفيش اي حد هيقول لو انا النهارده عملت بيبر وحطيتها على ارشيف عادي ممكن ما تظهرش غير السيرش انجن هتكراون الكلام ده وتطلعها على النت لو حد عمل سيرش على حاجات شبيهه بس الناس برضه بتحطها على النت وتعمل ذير اون بابليستي يعني تحطها مثلا على فيسبوك بيج بتاعته على تويتر اند سو اون علشان يعني يخلي الناس تبص على بيبر. زمان كنا بنستنى لما نروح كونفرنس واحد يتوك او اعمل بوست دلوقتي بيعملوا اللي هو السيلف ادفايزمنت. سؤال ايه؟ السؤال هنا باشمهندس بيساله الدكتور بيساله اللي هو ازاي نجهز نفسنا لشغل في شركات ثانيه جوه ولا بره؟ على حسب التراك بتاعك محضر حاجه والله نفسي اعملها بس ما لحقتش. فين بقى؟ اه هنا كنت عايز احط حاجه زي كده واتكلم فيها اكتر بس يعني قاعد احط سلايد دلوقتي يعني الناس هتنقص مني قبل ما اوصل فما لحقتش اكمل. الناس بره بتشتغل في حاجه من الحاجات دي في الاريا بتاعتها يا اما اسمها ار اس دي اللي هو ريسيرش سوفت وير ديفلوبينج انجينير او ديفلوبينج انجينير داتا ساينتست او ابلايد ريسيرشر او ريسيرشر او هاي برفورمانس كمبيوتر او كلاود انجينير. تمام؟ وكل واحده من دول اريا في حد ذاتها والناس بتبني فيها شغل. يعني مثلا لو انت ار اس دي عظمه تبقى ناشر او برمجه. تمام؟ طبعا بقى الناس اللي عملتش برمجه اكيد بيخشوا على يا اما بروجرام كومبيتيشنز او بيخشوا على توب كود او توب كود شيف او ليد كود وماشي ايدك على الحاجات ديت. بتتعلم مثلا تبقى فيري سولد في السي بلس بلس والسي مثلا معظم التول كيتس مكتوبه سي سي بلس بلس وبعدين بيعملوا انتجريشن مع بايثون. فانت شاطر في السي بلس بلس والسي والبايثون نقي عظمه ناشئ في داتا ستراكشر والبرمجه. بتكلم كل ده على الار اس دي. تمام؟ عظمه ناشئ في البرمجه وبعد كده تكون مثلا تقدر تمسك اي تول كيت مثلا من تول كيتس زي تنسل فلو او سي ام تي كي او زيانا والحاجات دي وتقدر تديك دي في الكود بيس وتبقى فاهم الناس بتعمل جوه كود وايز مش شرط فاهم الجوريزمك يعني مش شرط فاهم مثلا هو ليه عمل الماثمات ليه عمل الدريفيجن بالشكل دوت هو ليه اختار الهايبر بارامتر بكده انت مش فاهم معاك. تمام؟ انت حد اداني الايكويشن وانا كمان عملت الايكويشن بس انت بتعرف كويس جدا تبص على الكلام ده وتفهمه تعرف لو انا اديتك مثلا حته كود بتكتب على سي بي يو تعرف تكتبها على جي بي يو تعرف تكتب كود في كورس على يوداسيتي بتاع جي بي يو كودنج انفيديا اللي عاملاه هاي. تمام؟ مثلا فده الار اس دي ان هو يبقى عضو ناشئ في الحاجات ديت. وبصراحه اجمد ريسيرشر شفتهم هم اللي بدوا ار اس ديز اللي بدا ديفلوبر في الاول وبعد كده اتعلم الماس بمايندر لانه تاني زي ما قلنا المفاجاه سربرايز سربرايز مفيش اي بارير الموضوع بسيط. فلما تبقى عظمك ناشئ في البرمجه وتعلمت شويه الحاجات اللي احنا بنعملها في الريسيرش بتلاقي نفسك ان عندك يعني عندك فيري سترونج ماسل مش عند حد تاني. تمام؟ دكتور سامح على الاوبتمايزيشن
مثلا انتوا قاعده جراف دول كانوا بتوع ماثيماتيشنز تمام. انا والله عندي اديكم مسجز واخدينها من الكلام القديم، فتعالوا نطبق نفس الكلام على اليوم ده من غير ثيري، بس كل تكنو مسج بتاعتهم قال له اول موتيفيشنز ماثيماتيكال، وابني بيثبتوا كونفرجنس حاجات كونفكس وبعدين طبقوها على النيورال نتورك كان كويس. بس طبعا لانها طلع من ناس ماثيماتيشنز جم ناس انجينيرز شاطرين بقى بعدها قاموا ظبطوا السيستم بثلاثه الجوريزمز وفرموه بعد كده، بس في النهايه ذا موتيفيشن ذا سيم، بس حطوا بقى في شويه الاكسبرتيز بتاعت الناس الانجينيرز اللي جوه الموضوع وخلوه بجد شغال كويس. الم اتمايز ده هو اكتر شغال كويس. طب اتفضل حضرتك. طب لو سؤال واحد بس عشان فرصه احسن. حضرتك بتاخد من اول مره؟ انا مش انا حضرتك بتاخد تول كيتس، في برامج تول كيتس كتيره مع اني شغال مايكروسوفت ومبسوط طبعا ولا سالس كتير، بس مش شرط لان انا راجل امين ف او يعني اظن هبقى امين معاك في الموضوع دوت. فكان في التول كيتس عندك برامج تول كيتس جاي من كذا شركه. انا شخصيا بستخدم حاجه مش شرط هي احسن حاجه لكل الناس، اللي ماشي دلوقتي يعني كويس جدا في الماركت لوتس اوف بيج كامبانيز كمان تنسل فلوس، مش عشان هي احسن حاجه، لان التيم بتاع جوجل صرف عليها فلوس من ناحيه الريسيرش الانجنييرز، يعني التيم بتاعنا هناك كبير مش صغير، فهم حاطين وراها انجنييرز كتير انترنال اند اكسترنال تمام. فده اللي هقول لك استخدمها مش تاني، مش عشان هي احسن حاجه في الدنيا، لان هي اكتر حاجه هيقدروا يحطوا فيها فيتشرز ويعني ايه يدلعوا زبوني، فانت ممكن تستمتع باستخدامها. في نفس الوقت بتشتغل على مالتي بلاتفورم، يعني ممكن تترين موديل على سي بي يو على جي بي يو، عايز ديبلوي على سي بي يو او جي بي يو على حتى تليفون. ف بس في النهايه كله يعني هتلاقي في الاخر التو جيتس بتكونفرج زي بعضها، بس دلوقتي تنزل برو ليها ايدج عن بقيه الناس نتيجه الانفستمنت اللي مصروف عليه. تمام. سؤال مهم عن الار كلانجوج، ده لانجوج مهمه جدا. الناس اتفقوا ان هم شغالين بالبايثون، اتجمع كوميونتي كبيره على البايثون، في اكزيستنج كود مبني على البايثون، فكله شغال بايثون. هي ذا سيم ثيري اوف ريتش جيت ريتش ريتشر، في النهايه كان عليه شويه كود، الكود بيزيد عليه بس هو دلوقتي كله شغال بايثون. ففي دقيقة كبيرة مفتوحة لفكرة الداتا سيليكشن ديت، بس بالاخر خليني اقول لك بقى كاز انجينيرز وي هاف فاليو تريكس ممكن تشتغل بيها وعلى السي بي يو تشتغل زي ما انت، ففي برضه برشا تريكس ممكن تشتغل. السؤال الثاني كان على كاتش هتقول ان الكلاسترنج مثلا هل مش حل تاني بمعنى ولا انا في ناس شغاله فكره هي فات كل الكلاسترنج تمام، بس السكسسفول تكنيكس او السكسسفول ابلكيشنز اللي شغالين بيها النيورال نتورك دلوقتي ميلي سوبر ليرنينج مش كلاسترنج تمام. في سؤال تاني تمام. فالعايز دي ينشئ حضره جامد في البرمجه والكود بيس،
الداتا ساينتست هو راجل بيفهم السيستم ككل. هو الراجل بيجي له مثلا بنك يقول انا عندي مثلا كاستمر سيرفيس اوردرز كتير قوي وشوف لي سولوشن. فالداتا ساينتست كوظيفه هو راجل او ست يعني مهندس او مهندسه وظيفته ان هو ياخد البروبلم يفتتها للبلوكس وبعدين يشوف الاكزيستنج بلوكس في الشركه بتاعته او في الافيلبل جيت هاب او في الاوبن سورس سفير الحاجات اللي موجوده ويبني السيستم دوت ويبتدي يترين الكلام ده ويبتدي يشوف ايه هي الفيتشرز المظبوطه في الامر ايه هي الداتا اللي محتاجين نلمها. يعني بالظبط ده فعلا حتى الداتا ساينس بيجي لك زبون يقول لك انا عندي تاسك معينه انا راجل بتاع عربيات انا راجل بتاع بنك انا راجل ماليش اي علاقه بالماشين ليرنينج او بالارتفيشال انتليجنس. الداتا ساينس بقى هو الراجل اللي بيكون او بيبقى فاهم التاسك وبيبقى يعرف ازاي يفتتها للبلوكس بطبيعه الحال عشان نعمل التاسك ديت محتاجين يكون عندنا اويرنس بالبروبلم بيج بيكتشر عارف ايه يعني ايه فيتشر يعني ايه فيتشر يعني ايه اوفر فيتنج يعني ايه جنراليزيشن يعني ايه اوبتمايزيشن. فمش شرط يكون فاهم الماثماتكس بيهايند ايفري بلوك عشان يكون فاهم كل حاجه في كل بلوك بس هو فاهم يعني ايه بلوك ده ويعرف ازاي يستخدمه كويس. فنصيحتي لو حد عايز يسال وديتا ساينس بقى دلوقتي في وظايف بشكل رهيب في بره وجوه تمام او بره ما اعرفش جوه عشان ما بس بره في كتير او انا متاكد ان جوه في برضه بس مش شرط يسموها داتا ساينس ممكن يسموها اي اسامي ثانيه بالظبط بيسموا يسموها اركتكت ممكن يسموها اي حاجه ثانيه بس هي النقطه الوظائف موجوده. فاللي بيفهم التاسك دي بقى في ناس بتكتب ار في ناس بتكتب بايثون في ناس اصلا بتشتغل على جرافيكال انترفيس اللي هو بديله تولز يعني في تولز افيلبل من شركات كبيره كتيره تحط البلوكس كده اتس بازل يعني ببني بلوكس وببتدي افكر ايه التاسك بتاعتي وايه الفيتشرز بتاعتها وايه البريدكتد اوتبوت وابتدي اكلم الكاستمر بتاعي بنك بس اقول له والله انت المفروض تديني الداتا ديت والمفروض تديني الاوتبوتس ديت وانا عايز مثلا 100,000 داتا بوينت ومثلا كده. فالداتا ساينتست هو اكتر ما يكون بالسيستم اركتكت بيبقى فاهم الموضوع ككل ويبنيه وده مثلا يكون غالبا ايده او ايديها ماشيه في كذا تول كيت يكون جود سيستم انجينير فاهم التاسك فاهم الماشين ليرننج اتلارج يعني مش لازم يفهم الماثماتكس بيهايند بس يكون فاهم الموضوع اند تو اند وبيعرف يتكلم مع ناس يبسط لهم الفكره ويبيع لهم البضاعه يعني هي برضه فيها بيع شويه ان انت بتبيع له السولوشن بتاعك علشان يصدقك لان يعني الناس اللي ما اشتغلتش على ارتفيشال انتليجنس قبل كده هو غالبا شاكك فيه هو حاسس انك جاي عشان تاخد فلوسه مش هتديله اي حاجه فانت لازم تقنعه ان ده بيشتغل وتقول له اكزامبلز اند سو فيها اتس ا فيري هيتروجينيوس سيت اوف سكيلز. الابلايد ريسيرشر از فيري انترستنج هو ريسيرشر بس هو هدفه انه يحل بروبلم كونكريت يعني هو او هي مركز في حاجه يعني مثلا تاس زي بتاعت السيلف درايفنج كورز احنا ممكن نسميها واو اتس ان اميزنج انوفيشن اللي بيشتغلوا فيها ابلايد ريسيرشر لان هو في الاخر مش بيخترع نيورال نتورك جديده هو هدفه يحل مشكلته. فانا مشكلتي ان انا حاجه سيرف درايفنج كارز فانا بحاول ابص ايه هي مثلا الشغل بتاع مثلا الكونفولوشن نيورال نتورك الناس بتشتغل بيها ولكن الكونفولوشن نيورال نتورك عشان اطلع من الانبوت للاوتبوت مثلا على سيرتن هاردوير ممكن ياخد نص ثانيه. طب انا عشان احط الكونفولوشن نيورال نتورك ديت في سيرف درايفنج كارز نص ثانيه دي يحصل فيها كوارث لو واحد ماشي على 120 على طريق سريع وفي عربيه ثانيه حاولت قدامه لازم يبقى الاكشن اتاخد في كسر من الثانيه اصغر من كده بكتير اقل بكتير من نص ثانيه. فتلاقي الابلايد ريسيرشر همه وشغله الشاغل ان انا اخلي النص ثانيه دي اخليها مثلا واحد على 100 من الثانيه مثلا. فده مثلا يركز في الحته دي او مثلا يركز في الانرجي افشنسي بتاعت التاسك او يبقى يفكر ازاي اشتغل بديتا اقل او ان انا اخلي اصلا التاسك بتاعي يعني مثلا سيلف درايفنج كار ممكن دي كانت ديزاين على ورق ازاي ناخد الكلام ده وننزله على ارض الواقع ده اللي بيعمل الشغل ده ابلايد ريسيرش. ازاي ان الكلام ده يميت الاكسبكتيشنز يعني انا لو بكلم سيري مثلا ماسك التليفون وبدوس وبكلم سيري دلوقتي تمام انا كيوزر مش هصبر كتير على سيري يعني مش هدوس وبعدين استنى بعد نص دقيقه
ولا حتى 10 ثواني قبل ما ترد عليا. انا اول ما اخلص ماكسيمم ثانيه وترد عليا تمام. فالويب ريسيرشر هو هدفه انه يوبتمايز الاند تو اند ديلي مثلا او السبيد او سوري. فده المسلز اللي الويب ريسيرشر محتاج ينميها برضه مرتبطه بالتول كيتس فيري جود كودنج سكيلز. بس هو في الاخر فيري جود دومين سبيسيفيك نولج برضه، لان الابلايد ريسيرشر بيكون مركز في فيرتيكال معين، يعني مركز مثلا في السبيتش ريكوجنيشن، مركز اكتر في السيلف درايفنج كورس في الحته دي وبيشتغل عليها. الريسيرشر بيطلع بره شويه ان هو يقول لك والله بص انا عارف دلوقتي مثلا يعني مثلا الشغل اللي اشتغلت فيه اخيرا هديك بيه عنه، ان احنا ازاي نقعد بروجرامرز بيوتيوب، ان احنا ازاي نخلي الكمبيوتر يبرمج. فمثلا بديله بروجرام سبيسيفيكيشنز ونخلي النيورال نتورك جينيريت بروجرام تمام. دي بروبلم ما حدش عملها قبل كده وصعبه جدا ومش عارفين تعملها ولا ما تعملش، فيها اسئله كتير مش عارفين نجاوبها، فقاعدين بنحاول نخبط يعني تمام. هو الريسيرشر بيوصل في الحقيقه طبعا ذا بيجست ماسل اللي ما يكونش بيزعل صعب تمام، لان هو غالبا 93% من الاحيان مش هيشتغل تمام. وهو الريسيرشر بيقعد يدور ويجرب ويقعد يترين مالتيبل اتريشنز، بس في النهايه الريسيرشر يكون محتاج ان هو عنده الفلكسبيليتي والاندرستاندنج ان هو يي جو ديب ا ليتل بيت علشان يغير الماثماتكس، عشان يغير الاوبجكتيف فانكشنز، عشان يغير الاركتكشر في النهايه علشان يفت النيد اللي هو او هي شغالين فيه. الهاي برفورمانس كومبيوتر از فيري ديفرنت بيست، يعني هو حد تاني خالص كده، بس ده مهم جدا وبرضه بيطلع من الهندسه. احنا مثلا عندنا كمبيوتر، عندنا نودز مثلا، نودز ممكن تبقى مثلا في عشرات الالاف او مئات الالاف في ناس بتشتغل في الكلاود كومبيوتر يعني تمام. ازاي اصلا بيتعمل سكيدولينج؟ الكلام ده ازاي بيقدر يتعمل الناس تاخد مثلا انا عايز جي بي يو ماشين نازل عليها تنسل فلو ونازل عليها بايثون ومتسطب عليها مثلا كودا فيرجن 8 وكودي ان ان فيرجن 5 اللي هو الحاجات دي كلها، وعايز الكلام دوت اب ماي ثام نيل، انا عايز الكلام دوت في الثانيه الجايه انا هدوس على حاجه تطلع لي على طول المكنه بالكونفجريشن ديت جاهزه انا اشتغل عليها الكلام ده. ففي شغل كتير بيطلع حاجه اسمها دوكر، حاجه اسمها فيرشوال ماشينز، بيعملوا حاجه في الكلاسترنج في السكيدجولنج حاجه اسمها يورم، فاهم بقى ازاي يعرف انترفيس مع الهارد درايفز ويعرف يشتغل على ال بتاعت هدوب، فاهم بقى كل السيستم بتاع هدوب والكلام ده كل الكلام اللي هو مرتبط بالهاردوير نفسه والهاردوير مانجمنت تمام. فدوت ده برضه اريا كبيره موجوده جوه وبره في شركات كتيره تمام. وده هو ده حد تاني شغال في الاريا دي هدفه ان هو يفاسيليتيت الشغل بتاع الاربعه دي. فالمسلز برضه بتاعته تكون مرتبطه، الناس دي بتاخد برضه سيرتيفيكتس او كورسات او بيشوف كورسات على النت، كورسيرا ويوداستي ودي دي اكس عندهم كورسات في هدوب، اظن عندهم حاجات في هدوب، وفي برضه حاجات ثانيه مرتبطه بالهاردوير وحاجات مرتبطه بالديتا مانجمنت. يعني مثلا تاسك ومستر تاسك مش عارف فيها بتتكلم في هاندرد اوف بليونز اوف داتا بوينتس، ودي ما تعتبرش كبيره، شركات كبيره. ازاي اقدر ان انا اكسس الداتا دي اساسا؟ الداتا دي حجمها ان ذا هاندرد اوف تيرا بايت تمام؟ اتعامل ازاي معاها على النتورك؟ ازاي اقدر امانج الكلام ده اقلله من مكنه لمكنه واشتغل عليه؟ في شغل في النتورك، في شغل في الهاردوير، الستريم بتاع الكلام ده كله، في سيستمز بيلت ان والناس دي بتشتغل فيه. فدايركت من جوه السؤال ده، اتفضل حضرتك. بس بتتكلم يعني مع الوقت بتتكلم معاك وانت بتعمل ماشي بجد ومش بهزر تمام كده؟ دي بجد ليترلي اكبر تريك. تاني احسن تريك الميني باتشنج. ميني باتشنج يعني ما تاخدش ديسيجن على سامبل واحده، خد ديسيجن على مالتيبل سامبلز تمام؟ يعني انت بتحسب الجريدينت كده ما تحسبش الجريدينت على سامبل واحده، تحسب الجريدينت على مالتيبل سامبلز. بجد this is the biggest thing. انت مش متخيل قد ايه انك تميني باتش الحاجات مع بعضها، دي حاجه تافهه. انت بدل ما تشتغل على سامبل تاخد سيشن على 10 سامبلز. انا عايز اقول لك ان احنا لو نقعد ضربنا في الحيط ونشتغل بسامبل واحده لمده 3 اشهر، فمره كده في يوم جميل قررت اشتغل بدل اخد السيشن على سامبل واحده، بقيت اجريجيت الجريدينت. انت فاكرين لما كنت بلعب في الحته دي عشان بس الناس تريليت الكلام اللي انا قلته قبل كده؟ لما انا كنت بحسب الجريدينت دوت اللي هو الجريدينت بتاع الايرور ويز ريسبكت تو ويت، فده بيطلع لك ماتريكس بالسايز بتاع الويت تمام. فانا لما بحسب الايكويشن ديت، فانت هنا الايكويشن دي بتاخد 1 سامبل، بتاخد الجريدينت محسوب عند الداتا بوينت واحده بس
لا انا بس بصمم هنا على 10 سنت. يعني مثلا لو انت عايز تديك صورتي انا كبني ادم ان انا مثلا بني ادم ولا لا، تمام، بدل ما تاخد صورتي وبناء على النتورك عملته بتروح تغير الويتس، لا بتاخد مثلا 100 صوره وتبص على البريدكشن وتصمم الافرج، بتافرج بتاخد افرج بتاع الجريدينت ده مع بعض وبعدين تاخد وان ستيب. الكلام ده بيعمل هيوج ديفرنس. اما اسيومينج انك عندهم مومنتم، المومنتم او استخدام الاوبتمايزر الصح بيفرق. يعني لو انت بتستخدم الاوبتمايزر الصح مع ميني ماتشنج يعني انت تقريبا عديت نص المسافه، تمام. انا من انا بعتذر جدا ان المحاضره جت في اخر يوم، انا مسافر النهارده الساعه 7، فانا هاخد 5 دقايق كمان اسئله وبعد كده اطلع. ده ادفانس كويستشن. الناس هنا بتسال ان النيو نتورك دي اتس نون لينير اوبتمايزيشن بروبلم، فما عندهاش جلوبال مين. طبعا المنظر ده حاطط هنا بقى خايف النيو نتورك، مشكله النيو نتورك مش جلوبال، دي اسمها جلوبال مين. الجلوبال مين يعني ايه؟ لو خدت السكند ديريفيتيف هتعرف تجيبها، صح؟ ده مش موجود خالص، ده ما حدش عنده جلوبال مين. النيو نتورك فيري نون لينير، انت عندك الايرو سيرفيس بيبقى شكله عامل حاجه زي كده، بقى حاجه كده كده مثلا وبعدين حته كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده الدنيا، وفي حته ثابته ما نعرفش، وحتى ما حدش يعرف شكله عامل ازاي، بس هو غالبا شكله عامل كده، تمام؟ فالناس اللي بتعملها ان هي جنرال تريننج وان انت تضيف داتا اكتر وتترن على داتا كتير قوي، كل دي لوتس اوف تريكس علشان تحاول تقسم ان انت دور مين. والناس اللي بتعمله برضه ان هي بدل ما تترن مره واحده بقى انت بتنزل برودكشن سيستم، مش بتريم موديل واحد، بتريم موديل واثنين وثلاثه واربعه والافرج ريزولتس، عشان لو واحده وقعت هنا والثانيه وقعت هنا والثالثه وقعت هنا، فانت في الاخر يعني بتحاول تبقى ريزيليان تو ديفرنت سيركونستانسز. سؤال مره خالص. هو بتعمل موديل يبين على كذا بروبلم. It's a research question. لو انا عارف كنت مش هاد بروبلم. ازاي تعمل موديل ده؟ It's a problem. It's a life open research. ازاي تعمل موديل؟ ابسط حاجه من الاول اعمل لهم تريننج مع بعض، ده بيسموه كو تريننج او جوينت تريننج او مالتي تاسك ليرننج. انت اتاري جيمز تفضل؟ الاتاري جيم ان هو كان بيترين كلهم مع بعض. في بيبر جديده كانوا بيعملوها ناس التيم بس ناس ثانيه في التيم وايد ان هو بيترين على لعبه وبعدين يترن بعدين ما يبص عليها تاني، يبص يترن على لعبه ثانيه وبعدين على لعبه ثالثه وبعدين يروح يقول طب انا عامل ايه بقى في اللعبه الاولانيه؟ ده نقطه ده زي عارف انت اللي هو ده سكند ليفل اوف كومبلكسيتي، ان بدل ما بتترن على الثلاثه مع بعض وتبقى شاطر في الثلاثه مع بعض، يو ار سيكونشالي ليرنينج دي 3 تاكس. ولا ان هم لو عملوا سيرتن تريكس مش تريكس يعني سيرتن ماثيماتيكال كونسترينز حطوها في الاوبجكت فانكشن بيعرفوا يوصلوا ده حاجه زي كده خالص. الناس بتقول لك ستين في التيم ده، دي اي كونفيجريشن ده بتاعك معاك معاك. تمام. في عندك اظن ان في يوداستي كورس على ديب ليرنينج صح؟ نعم. في بص انا دايما ببص على يوداستي، هو كورسيرا دي حلوين جدا. بس يوداستي حلوه لان هي مش عارف يمكن انا بحس البلاتفورم بتاعها نظيف قوي يعني مظبوط منظفه وغالبا ال ما بتحتاجش اي كومبليكيشن، ما بتحتاجش تصفق اي حاجه على الجهاز. كان ده جود اكزامبل اللي شفته بتاع الجي بي كود، انت بتكتب كود وعندهم سيميليتور على الباك اند، انت مش محتاج تنسوه اي حاجه، انت على التليفون ممكن تتعلم الكورس كله، تمام. فالحته بتاعت يوداستي جميله، دور على كورسات الديب ليرننج فيها. في كورس الديب ليرننج بتاع ستانفورد اللي انا كنت قلت لكم عليه ده اظن ان هو حلو، تمام. الناس اللي ماسكينه شاطرين وعاملين فيري اكسبنسيف دوكيومنتيشن. الاثنين دول انت مش محتاج، خلي بالك دونت ويست تو ماتش تايم ريدنج، تمام؟ ويست يور تايم كودينج اند رانينج اكسبيرينس، تمام؟ فانت خد المينيموم ليترلي، حط لنفسك كده هارد لاين، كل اسبوع هبص على الكورس بتاع ديب ليرننج والستانفورد، انت بجد مش هتقعد كام اسبوع، بص بس عليه تفهم اللي تفهمه ما تفهمش اللي ما تفهموش مش مشكله. وبعد كده ما اصل انت هتتعلم از يو جو، النهايه ده يقول لك عشان يقعد انت تتعلم باي تراوند ايرور يو فايند بيكون ريدي، يعني انت في الاخر هتتعلم انت باي تراوند ريدي، لما تغلط في حاجه هتصلح وتصلح وتكمل.
فانت ادي نفس الخطوط وبعد كده روح نزل على المكنه على الجهاز بتاعك كنسل فلور وشغال على السي بي يو واقعد العب تاسك ام اس سي 410 عندك كام ستاندرد تاسكس وريت نازلين الكود بتاعهم خبي ليرنينج ريت واقعد العب حاول تديسكفر ليرنينج ريت نفسك وبعد كده اللي بعدها خبي الداتا بايب لاين ازاي انت بتقرا الداتا وحاول تكتب الكود اللي بيقرا الداتا بنفسك غالبا وظيفه اي حد بيعمل اي حاجه مختلفه انك بتلم الداتا بتاعتك وتحطها في فورمات ريدبل للماشين وتحطها وتدخلها على الكود كده غالبا انت لو عملت ديت والتارجت بتاعك يعني الانبوتس والتارجت فانت لو رتبت لك الثلاث حاجات اللي انت لو عملتهم تبقى انت راجل عظيم ان انت اول واحده اللي هي ماشي اللي هي فكره الاديوكيشن تمام فانت هتبص بس تحاول ان انت ماكسيمم وان ويك عشان تبص على الموضوع وبعد كده جيت وان تو جيت اللي انت عايزها تمام اللي هيسيرش مش هيقول يعني تنسب اي واحد اللي هو بتاعها حتى هتقعد على طول وبعد كده وبعد كده خد ستاندرد تاسك وهتعمل بيها حاجتين اول واحده ريكفر الليرنينج ريت ريكفر الليرنينج ريت نفسك يعني خبيه وشوف انت هتتصرف ازاي وتاني واحده ان انت تكتب الداتا ريدر الداتا ريدر سواء يعني الداتا ريدر ده انا قصدي بيها الانبوت والاوتبوت ازاي تقراه وتدخله على النت تمام ده كده هيحسسك ان انت عارف اللي بيحصل وبعد كده كل الحاجات الثانيه بتضبط يعني بتلاقي نفسك بقى خلاص واحده واحده تقول ايه ده انت اصلا عشان تعمل ديت ايه ده الموديولز وبعد كده بقى تبدا تفهم بقى ايه اللي هو يعني الكومبوننتس والتوب كيت تمام بعد كده بقى تقول كيت كومبوننتس هتقعد تفهم بقى الكومبوننتس تقعد تدور وتشوف اه والله ده الناس دي فيها ريكارنت نيورال نتورك فهتنادي ريكارنت اند سو اون دلوقتي ما بقاش حد يكتب كود بجد الا لو انت بتعمل حاجه دراماتيك للدفن موست بروبلي انت عندك البيسز اوف ذا بازل اللي تكفيك بصراحه 6 سنين ريسيرش ده بجد تمام؟ فخير حد عنده سؤال تاني؟ اخر سؤال اتفضل حضرتك الاستاذ هنا بتسال هو ليه في الاستيتش ريكوجنيشن مثلا ما بتستخدمش اتش ام ام صح؟ اول ما بدانا كان كل الشغل اتش ام ام ولما جينا نغير قلنا ان هي كل التغير المحفظ فغيرنا حته صغيره بس من اتش ام ام وقعدنا نغير حته صغيره بحته صغيره واند داك باي ريموفينج ايفري ثينج اند هاف كومبليتلي نيورال سيستم فبدانا نعمل بالاتش ام ام بس بدانا نغير فيها واحده واحده ولقينا ان احنا دلوقتي لما بنشيلها خالص بيبدا يحصل ايه؟ هو دلوقتي احنا سايبينها في الكليه دلوقتي السيستمز البراكتيكال ابلكيشنز في اماكن كتير بناخد بعض الاسامبشنز اللي اتش ام ام ونكمل بيها بس مينلي احنا رايحين في اتجاه الريسيرش ان ننقص منها خالص مش علشان حاجه وحشه لان هي بس عندنا مودلز ثانيه مو فليكسبل بتدينا بتجيب اتش ام ام فور اكزامبل اسمها هيد ماركت مودل هي عندها الماركت اسامبشن مثلا فدلوقتي عندنا مودلز ما فيهاش الماركت اسامبشن فريحتنا كده يعني بتريلاكس الاسامبشنز في المودل وتخلينا الجيم ده احسن شكرا جدا على السؤال ربنا يجزيك خير